السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في كورس CMA Part 2. لسه مستمرين إن شاء الله في شرح جزئية الـ Investment Decisions. كنا اتكلمنا فيها من المحاضرتين فاتوا كده، وعرفنا بقى إن إحنا إزاي بنقدر نحكم على الـ Investment ده علشان نقدر ناخد Decision هل نستثمر فيه ولا لأ. وعرفنا إن في البداية بنبدأ نحسب الكاش فلو المتعلقة بالمشروع. زي إيه مثلا؟ زي الكاش أوت فلو اللي هتدفع في الانيشيال أو في المرحلة المبدئية، وبعد كده الكاش إن فلو اللي هتجيلي بشكل سنوي بقى بنسميها الـ Annual Cash Inflow اللي هتجيلي من المشروع، وكمان الكاش فلو ابون ترمينيشن او عند انتهاء المشروع بقى هتجيلي كاش ان فلو لما تخلص من المشروع وبيع الاسد بتاعته وهكذا. والمفروض بقى ان احنا هنبدا نعمل ايه؟ ناخد ديسيجن او ناخد قرار ازاي نحكم على الانفستمنت ده. طبعا هنبدا نقارن الكاش اوت فلو اللي هتدفع في الاول او الانيشيال كوست اللي هتدفع في المشروع مقارنه بقى بالكاش ان فلو اللي هتجيلي في المستقبل بعد كده، سواء الانيوال كاش ان فلو اللي هتجيلي كل سنه او الكاش ان فلو اللي هتجيلي في نهايه عمر المشروع ابون ترمينيشن او عند الانتهاء من المشروع وبيع الاسد. ما ينفعش حضرتك تروح تاخد الكاش اللي هتجيلك في المستقبل تقارنها بالكوست اللي هتصرفها دلوقتي في المطلق، ما ينفعش. لازم حضرتك تعرف معلومة مهمة، ان الكاش اللي هتيجي في المستقبل قيمتها الشرائية هتكون اقل من قيمتها النهاردة. بمعنى ايه؟ الدولار النهاردة قيمته مش زي قيمته بعد 3 سنين او 4 سنين، صح كده؟ معروف ان النقود قيمتها بتنخفض من مرور الوقت، والقيمة الشرائية للنقود بتنخفض بسبب طبعا ارتفاع معدلات اسعار الفايدة والتضخم اللي بيحصل في السوق وهكذا. وبالتالي ما ينفعش اخد اي كاش ان فلو هتجيلي مستقبلا اقارنها بالكوست اللي انا صرفتها دلوقتي واقول لك انا كسبان او خسران، الا لما اعمل لها حاجه اسمها ايه؟ ديسكاونتنج. ديسكاونتنج يعني ايه؟ يعني اخفضها او اخصمها او اخفض قيمتها بما يعادل انخفاض قيمه الشرائيه او انخفاض القيمه الشرائيه للنقود ليها. طب ده انا هعملها ازاي دي؟ عندك حاجه اسمها البريزنت فاليو تيبل. كلمه بريزنت فاليو يعني اروح اجيب الحاجه من المستقبل في البريزنت النهارده في الحاضر قيمتها كام. فعندنا بقى البريزنت فاليو تيبل وعندنا الفيوتشر فاليو تيبل وهكذا، والتيبلز او الجداول دي هي اللي هتساعدنا ان شاء الله في ان احنا نعمل جزئيه الايه؟ الديسكاونتد كاش فلو. بس بشرط تعرف لي الفتره الزمنيه اللي هتيجي فيها الكاش فلو كام سنه، سواء بشكل منتظم او بعد كام سنه لو هي رقم واحد هيجي بعد كام سنه، وتعرف لي كمان الديسكاونت ريت او معدل سعر الفايده اللي هنبدا نشتغل عليه. هي دي اللعبه اللي هنبدا نعملها النهارده علشان نقدر نحكم بقى على الانفستمنت بتاعنا ده، هل هو جيد ولا لا، هل هو مربح ولا لا. ولما اجي اقارن اكتر من مشروع مع بعض وابدا اشوف مين فيهم صاحب البريزنت فاليو الاعلى في النت. في النت يعني ايه؟ يعني انتت ما بين، تعمل نت ما بين الكاش اللي هتصرفها دلوقتي، ودي في البريزنت لسه قيمتها لان انا بصرفها دلوقتي، واعمل لها نت مع الكاش انفلو اللي هتجيلي في المستقبل بعد ما اكون خفضت قيمتها بما يعادل انخفاض القيمه الشرائيه للنقود. فبقى كده عملت حاجه اسمها نت بريزنت فاليو وهكذا. فطبعا هنستعمل اسلوب النت بريزنت فاليو النهارده نتعلمه بالتفصيل، وكمان الانترنال ريت اوف ريتيرن اللي هو الاي ار ار، وبرده هنشوف هنستعمله ازاي في الحكم على المشروعات. ركز معايا كويس في محاضره النهارده. محاضره النهارده هتعتبر المحاضره التوب في بارت الانفستمنت كله، لان هي دي اللي هيقوم عليها الحكم على المشروع تقبله ولا لا. فركز معايا فيها لان دي اهم محاضره في موضوع الانفستمنت ديسيجن كله. يلا بينا نتوكل على الله ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اهي سب يونت 3 اسمها ايه؟ ديسكاونتد كاش فلو اناليسيس. مبدئيا كده في معلومه مهمه لازم هتبقى حضرتك عارفها، مستر جلاين بيقول لك عليها، وهو ان هو بيقول لك ان انت لما تيجي تحسب الديسكاونتد كاش فلو او البريزنت فاليو يلزمك الجداول بتاعت الايه؟ البريزنت فاليو. وجداول البريزنت فاليو ديت فيها فاكتورز من جواها، كل جدول فيه فاكتور من جواه او في اكتر من فاكتور، انت بتختار الفاكتور ده تشتغل عليه. الفاكتور ده لازم حضرتك حاجه من الاثنين، يا اما هديهولك جاهز في المساله في الامتحان، يا اما في الامتحان هيدي لك الجدول نفسه ويقول لك عيش مع نفسك بقى، انت اختار الفاكتور اللي انت عايزه، وده الاقرب للي هيحصل في الامتحان. الامتحان ان شاء الله بيبقى فيه زرار على الشاشه كده هتدوس عليه هيطلع لك على طول الايه؟ الجدول بتاع البريزنت فاليو اوف وان اماونت او البريزنت فاليو اوف اوردينري انيوتي او الفيوتشر فاليو الوان اماونت او فيوتشر فاليو الاوردينري انيوتي، هتلاقيهم كلهم موجودين عندك في الامتحان الجداول دي، اتفقنا كده؟ او ممكن يدي لك الفاكتور اللي انت محتاجه في المساله. فتعالى كده شوف جلاين بيقول لك ايه. بيقول لك سي ام اي كانديديتس اللي هو حضراتكم كان اكسبكت، كان ايه بقى؟ كان اكسبكت ا فاريتي اوف كويشن، ممكن يتوقع اشكال مختلفه من الاسئله. ذات ويل ريكواير ذا يوز، تتطلب استخدام يا اما ايزر بقى، يا اما ها يا اما البريزنت فاليو او الايه؟ الفيوتشر فاليو تيبلز. يبقى حضرتك توقع ان انت هيجي لك مسائل هتحتاج فيها الفيوتشر فاليو تيبل او الايه؟ او البريزنت فاليو تيبل. كمان بيقول لك اهو ذا سي ام اي اكزام ويل بروفايد ذا نيسيسري داتا، يعني في الامتحان هيدي لك الداتا الضروريه تو انسر ذا كويشن. ايزر يا اما هيدي لك الداتا ديت ويزين جيفن انفورميشن اوف ذا كويشن اتسلف، يعني هيدي لك الداتا من ضمن معلومات داخل السؤال نفسه، اور
ثرو او من خلال الايه التايم فاليو تيبل، يا اما هيديلك الجداول في الامتحان، كده كده الجداول موجوده عندك في الامتحان، يا اما هتستعملها يا اما هيديلك الفاكتور اللي انت هتحتاجه في المساله، زي ما كده كنا بنحل مسائل البوند والليز والحاجات دي كلها كان بيدينا الفاكتور صح كده في المساله. احنا بقى ممكن في الامتحان ما يديناش الفاكتور فنضطر نفتح الجدول ونكشف فيه، هنتعلم نعمل ده دلوقتي مع بعض. عشان كده بيقول لك ذا جلايم اونلاين كورسز، الكورس اللي بتاخده حضرتك مع جلايم، ويل فيماليرايز يو، يعني هيخليك فيميليار او هيخليك بايه يعني واخد على الموضوع ومألوف بالنسبه لك، يو ويز هاو تو يوز ذيس تيبل، ازاي تستخدم الجداول ديت اون ذا اكتوال اكزام في الامتحان، باي بروفايدنج النيسيسري داتا ويزين ذا كويستشن، ان هو هيدي لك الداتا فين في المساله، اند باي بروفايدنج ان ايميليشن، هيعملك ايميليشن او محاكاه اوف هاو تو اكسس ذا بريزنت فاليو اوف فيوتشر فاليو تيبل، وازاي توصل للايه للتيبل دي، وده اللي انا هشرحه لك النهارده ان شاء الله. اتفقنا؟ تعالى بينا بقى نبدا نشوف الاول مفهوم كلمه تايم فاليو اوف ماني او انخفاض القيمه الشرائيه للنقود. مبدئيا كده بيقول لك معلومه مهمه قوي، يقول لك ايه ذا اكاونتنج ريت اوف ريتيرن، اي ذا ريتيرن ديفايدد باي انفستمنت داز نوت كونسيدر ذا تايم فاليو اوف ماني. لازم حضرتك تبقى فاهم المعلومه دي كويس. فاهم المعلومه دي كويس، بدايه فهمك ليها ان انت تفهم الاول يعني ايه اكاونتنج ريت اوف ريتيرن. اكاونتنج ريت اوف ريتيرن وهو معدل العائد محاسبيا، يعني اللي طلع في نهايه الفتره الماليه عندك من قائمه الدخل. يعني مثلا لو انا جيت كده قلت لك ايه احسب لي الار او اي او الريتيرن اون انفستمنت بتاعك، فحضرتك هتروح تطلع قائمه الدخل، تطلع النت بروفيت، وتروح تقسمه على الايه على الانفستمنت بتاعك اللي هي التوتال اسيت، فتقول لي والله احنا عاملين ار او اي السنه دي 18%. ماشي، ال 18% اللي انت عاملها اكاونتنج دي ملهاش علاقه بالتايم فاليو اوف ماني السائده في السوق. ليه؟ لان انخفاض القيمه الشرائيه السائده في السوق ده راجع للظروف الاقتصاديه في البلد ومعدلات اسعار الفايده في البلد والتضخم، قصه كبيره ملهاش دعوه بقيمه الدخل بتاعتك والانفستمنت اللي انت راميه في الشركه كاسيت. فحضرتك ما تروحش تحسب لي الاكاونتنج ريت اوف ريتيرن اللي هو معدل العائد على الاستثمار بتاع حضرتك، انك تاخد النت بروفيت او الاوبريتنج بروفيت تقسمه على الاسيت وتقول لي هو ده الديسكاونتنج ريت. لا، ده ملوش علاقه بالتايم فاليو اوف ماني. اللي ليه علاقه بالتايم فاليو اوف ماني حاجات اخرى بقى، زي مثلا الكوست اوف كابيتال اللي هو الشركه بتقترض بسعر فايده كام، كوست اوف كابيتال بتاع الشركه، زي مثلا معدل سعر الفايده اللي سايد في السوق. الحاجات دي كلها هي اللي تعرفك التايم فاليو اوف ماني بتطلع ولا بتنزل، مش الاكاونتنج ريت اوف ريتيرن بتاعك. فيبقى اذا الاكاونتنج ريت اوف ريتيرن اللي هو حضرتك الريتيرن اللي بتجيبه بان انت بتاخد الريتيرن تقسمه على الانفستمنت، فلا ده ملوش علاقه بالتايم فاليو اوف ماني. However ولكن دولار received in future، الدولار اللي هتقبضه في المستقبل is worth less، هو بيساوي اقل زان الدولار received today. فاما اجي اقول لك مثلا تاخد 10 دولار النهارده ولا تاخدها بعد سنه، هتقول لي طبعا اديها لي دلوقتي اعرف اجيب بيها حاجه تكون ماسقه قيمه شرائيه. ذس وبالتالي when analyzing capital projects، لما بنيجي بقى نعمل analysis للمشروعات بتاعتنا، the management accountant المحاسب الاداري اللي هو حضرتك must discount، لازم يخفض بقى ويخصم الريلفنت كاش فلو اللي هتجيله في المستقبل باستخدام الايه التايم فاليو اوف ماني. فلما حضرتك تيجي تعمل analysis للبروجكت واقول لك المشروع ده هيجيب لك كل سنه 100000 دولار، ما تاخدش 100000 و100000 و100000 ان هم 300، هم 300 عدا ونقدا ولكن كقيمه شرائيه منخفضين، فلازم حضرتك تبدا بقى تعمل لهم discount تخفض قيمتهم الشرائيه دي. اتفقنا؟ فعشان كده بيقول لك اهو a quantity of money to be received or paid in future، الفلوس اللي هتستلمها في المستقبل او تدفعها في المستقبل، المهم ان هي في المستقبل وخلاص، هي worthless بتساوي اقل than the same amount ايه now، بتساوي قيمه شرائيه اقل من الاماونت دلوقتي ايه now او دلوقتي. يبقى اذا انا النهارده لما اجي اقول لك تاخد 1000 دولار في المستقبل وتاخدها دلوقتي، لا اخدها دلوقتي لان قيمتها دلوقتي اعلى، اما في المستقبل هتكون قيمتها ايه اقل. طيب والفرق ما بينهم ده ايه؟ ايه انخفاض القيمه الشرائيه؟ انخفاض القيمه الشرائيه دوت ما بين ال1000 دلوقتي دولار وال1000 بعد سنه، هو ده بقى اللي بيلعب عليه الناس بتوع الفوائد، هو ده اللي بيلعب عليه الناس اللي بيجوا يحسبوا الانترست. فيقول لك بص انا النهارده تاخد 1000 دلوقتي واديها لك 1200 بعد سنه. ليه؟ ال 200 دول هم الديفرنس في انخفاض قيمتها الشرائيه، هم الفايده بتاعتها. عشان كده بيقول لك ذا ديفرنس اللي هو الفرق في القيمه الشرائيه ما بين ال 1000 دلوقتي وال 1000 في المستقبل از ميجرد ان تيرم ايه؟ الانترست كالكوليتد باستخدام الابروبريت ديسكاونت ريت. يبقى اذا لما حد يجي يقول لك ايه خد قرض 1000 دولار دلوقتي ورجعه بعد سنه 1200، هو جاب ال 200 دي منين؟ قال لك دي الانترست اللي هتعوضه عن انخفاض القيمه الشرائيه لل 1000 دولار بعد سنه من دلوقتي بس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ده كده مفهوم التايم فاليو اوف ماني. تعالى بينا بقى نبدا نشوف ازاي هنحسب البريزنت فاليو القيمه الحاليه النهارده، وهنحسب برضو الايه الفيوتشر فاليو. وخلي بالك في فرق ما بين البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو. بمعنى ايه؟
لما اجي اقول لك مثلا البريزنت فاليو، البريزنت فاليو يعني في الحاضر، مش كلمه بريزنت يعني في الحاضر النهارده، يعني فلوس هتجيلي في المستقبل بس عايز اعرف قيمتها كام النهارده. عكسها الفيوتشر فاليو، الفيوتشر فاليو هي عباره عن ايه؟ فلوس معايا النهارده اهي في ايدي بس عايز اعرف الفلوس دي تسوى كام في الفيوتشر. خدت بالك من الفرق ما بين الاثنين؟ تعال بقى نشوف. في الاول هو بيقول لك ايه؟ ستاندرد تيبلز، عندك بعض الجداول الستاندرد، وكلمه ستاندرد يعني متعارف عليها عالميا ما بتتغيرش، فدي تيبل ستاندرد. فبيقول لك الستاندرد تيبلز ديت هاف بين ديفولبد، اتطورت واشتغلنا عليها واسسناها عشان تفاسيليتيت، تسهل علينا الكالكوليشن اوف بريزنت فاليو اند فيوتشر فاليو. اتش انتري يعني كل رقم، انتر هنا يعني رقم، كل رقم ان وان اوف ذيس تيبلز، في اي جدول من الجداول ديت ريبريزنت، بيمثل فاكتور معين، الفاكتور ده باي ويتش ان مونيتري اماونت، القيمه النقديه كان بي موديفايد، هيتعدل بيها القيمه النقديه، تو اوبتين اتس بريزنت فاليو اوف فيوتشر فاليو. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ ركز معايا كويس. لو انا جيت كده مثلا وريت لك جدول زي ده، شايف الجدول عامل ازاي؟ اهو اسمه ايه؟ بريزنت فاليو اوف اوردينري انيوتي. اوردينري انيوتي هنشوفها مع بعض دلوقتي، اللي هي الدفعات العاديه اللي بتدفع في نهايه كل سنه. اهو بيقول لك اوردن انيوتي ان ايررز، يعني تدفع في نهايه كل سنه. فيجي مثلا يقول لك ايه؟ البريودز، الفترات الماليه، هتدفع لمده كام قسط؟ 6 اقساط، 5 اقساط، فخمس اقساط مثلا اهو. عند سعر فايده كام؟ وتقعد ماشي كده، شايف انا ماشي بالماوس ازاي؟ اهو واختار سعر الفايده وليكن 6% مثلا. فما اجي اقول لك ان انا هدي لك 1000 و1000 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 خمس مرات على خمس سنين، وسعر الفايده او الديسكاونت ريت اللي سايد في السوق دلوقتي 6%، او ما انا واخد الايه ال1000 دي وضاربها في 4.212 تطلع 4212 مثلا. عارف ده معناه ايه؟ ان ال1000 دولار دي النهارده لما استلم هنا في المستقبل على خمس مرات، هم مش 5000، هم 5000 عدى النهارده، ولكن القوه الشرائيه هم 4200. طب انا دلوقتي عملت بريزنت فاليو باستخدام الفاكتور الصغير ده في الجدول ده، شفت عامل ازاي؟ ده بيعبر عن ان جدول عن ايه؟ عباره عن دفعات سنويه بتيجي متساويه، ولازم الدفعات دي تيجي بشكل سنوي ومتساوي. كمان بيقول لك هنا ان في جدول ثاني زيه اهو برضو، بس اسمه ايه؟ بريزنت فاليو اوف وان اماونت. يقصد ايه بوان اماونت او 1 دولار؟ يقصد بيها ان انا وعدتك برقم هيجي دفعه واحده مره واحده في المستقبل. فاجي مثلا اقول لك هات 1000 دولار دلوقتي، بعد خمس سنين هديها لك 1000 دولار. يعني تديني 1000 دولار واحده؟ مش دفعات سنويه متساويه، لا 1000 دولار واحده وان اماونت. اتفقنا؟ طيب بعد كام سنه؟ خمس سنين. طب يبقى انا اجي كده عند البريودز هنا، خمس سنين اهي، وافضل ماشي ماشي ماشي. هو سعر الفايده كام في السوق دلوقتي يا جماعه؟ مثلا 6%، اختار الفاكتور ده اللي هو 0.747 ده، اضرب فيه ال 1000 دولار. عارف ده معناه ايه؟ ان ال 1000 دولار دلوقتي هي 1000، ولكن بعد خمس سنين قيمتها هتكون بما يعادل ايه؟ 747 دولار كقيمه شرائيه. شفت انا كده حسبت البريزنت فاليو ازاي؟ يبقى اذا التيبلز او الجداول دي هي اللي هتساعدنا ان شاء الله. مطلوب من حضرتك ان انت في اي مساله هتيجي تحتاج فيها جدول البريزنت فاليو، هتحدد الدفعه اللي قدامك دي. هل هي دفعه هتيجي مره واحده بس؟ زي مثلا لما اجي ايه؟ اقول لك المشروع ده في نهايه عمره بعد خمس سنين هبيع المكنه دي ب 1000 دولار. يبقى اذا دي 1000 دولار جايه لي مره واحده بس بعد خمس سنين، استعمل معاها جدول اسمه ايه؟ بريزنت فاليو اوف وان اماونت، اروح اشوف عدد السنوات اللي هتيجي بعدها الدفعه، وبعد كده اعمل ايه؟ امشي كده 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 بقى، وعند سعر الفايده اللي هيقول لي عليه، واختار الفاكتور ده واضرب فيه ال 1000 دولار. كده انا خلصت. طب لو جيت قلت لك المشروع ده في كل سنه هيجيب لك 1000 دولار سنويه من الانتاج والبيع والتشغيل وهكذا، يبقى انا عندي دفعات سنويه متساويه. هنا بقى اروح للجدول الثاني بتاع الايه؟ بتاع الانيوتي اللي هي الدفعات السنويه المتساويه. بس اروح اشوف هم كام دفعه؟ 6 دفعات، 7 دفعات، مع سعر فايده كام في الميه، واختار الفاكتور ده واضرب فيه في الدفعه الواحده، يقول لي دلوقتي القيمه بتاعتها بقت كام. فهمتوا اللعبه؟ يبقى اذا دي كده طريقه استخدام جداول الايه؟ البريزنت فاليو. وعلى فكره في جدولين تانيين برضو شبههم للفيوتشر فاليو، ولكن احنا شغلنا كله بنسبه 99% هيكون منصب ان شاء الله على الايه؟ على البريزنت فاليو. تعالى كده بقى ايه، نرجع للكتاب ونشوف. في الاول هيكلمك عن البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو. ادينا قرانا اهو. ايه بقى؟ ان احنا عندنا ستاندرد تيبلز اللي هي الجداول الجميله اللي احنا شفناها دي، هاف بين ديفولبد، الناس اشتغلوا عليها وطوروها علشان تسهل علينا الكالكوليشن اوف ايه؟ اوف بريزنت اند فيوتشر فاليو. اتش انتري يعني ايه اتش انتري؟ يعني كل رقم من الانتريز الصغيره او الجداول الفاكتورز، الارقام دي هي قصده بيها الانتريز،
فكل رقم من الانتري دي in one of these table في اي جدول منهم represent a factor. الرقم ده اسمه factor. factor ال present value والعامل بتاع الفرنسي present value. قالك by which a monetary amount هتاخد اي قيمة نقدية وتعمل لها modified او تعدلها بقى او تغير قيمتها بين ان انت تضربها في الايه في الفاكتور ده to obtain its present value او future value. هنبدأ دلوقتي نشرح الايه ال present value. الله طب ما احنا شرحناها خلاص. هتروح تجيب القيمة اللي هتجيلك في المستقبل، عايز تعرف قيمتها كام النهاردة اضربها في الفاكتور بتاع الجدول. هتجيب الفاكتور من الجدول ازاي؟ تشوف كام سنه مع سعر فايده كام في الميه وتختار الفاكتور. سهله، تعال نشوف. هيبدا في الاول كده يقول لك ايه present value of single amount. يقصد ايه بسنجل اماونت؟ يقصد بيها قيمه واحده بس هتجيلك مره واحده بس في نهايه فتره زمنيه معينه. قال لك البريزنت فاليو دي هي الفاليو توداي، القيمه بتاعت النهارده لفيوتشر بيمنت هتجيلك في المستقبل. يبقى اذا دي القيمه النهارده، عشان كده سموها البريزنت الحاضر النهارده لقيمه هتجيلك في المستقبل. فبيقول لك مثلا ايه ات ايكوالز ذا فيوتشر بيمنت، هروح اجيب الدفعه اللي هتجيلي في المستقبل تايمز تايمز، يعني هضربها في البريزنت فاليو اوف وان فاكتور. هروح اجيب الفاكتور ده اللي فاوند في الستاندرد تيبل فور ا جيفن نمبر اوف بيريودز، عند فترات زمنيه معينه وانترست ريت معين. بس كده، ادي منظر الجدول قدامك اهو. شايف الجدول؟ جدول بيقول لك اهو نمبر اوف بيريودز، عدد السنوات 1 2 3 4 5، اسعار الفايده بقى عند 6% عند 8% عند 10% وهكذا. الله طب ما ده الفاكتور اللي انا لسه مره، الجدول اللي لسه مره لك اهو. شايف الجدول اهو؟ البيريودز اهي السنوات 1 2 3 4 5 وادي اسعار الفايده اهي. هو مثلا مديلك عند 6%، بص 0.943 0.890 اهو 0.943 0.890 وهكذا عند 8% 0.925 اهي. بس هنا ايه بقى راحت فين عند 8% اهي 9259 دي هو خليها مثلا ايه 6 كده يعني. بس فده منظر الجدول قدامك. كل اللي انت هتعمله ان انت هتمشي مع عدد السنوات وتشوف سعر الفايده كام في الميه وتاخد الفاكتور ده تضربه في الدفعه. بس تعال ناخد عليه مثال نشوف بيقول لك ايه. ذا بريزنت فاليو اوف 1000 دولار تو بي ريسيفد بعد 3 سنين وسعر الفايده او الديسكاونت ريت اللي هنشتغل عليه هو 8%. خلاص يبقى انا هعمل ايه دلوقتي 3 سنين كده 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 مع 8% اخد الفاكتور ده اهو. تعال نجيبه من الجدول الكبير. شوف كده 3 سنين مع 8% هفضل ماشي كده كده اهو 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 اهو. شايف 3% اهو، هو هنا قال 8% اه 8% اهو عندي 8% تاني. معلش 3 سنين كده مع 8% 0.793 اهو. شوف 0.79 بس 3.8 اختصرها خلاها 4 مش هتفرق. راح مسك الفاكتور ده اهو ضربه في 1000 اصبحت كام 794 دولار. يعني اذا ال1000 دولار دلوقتي هي ال1000 دولار بعد 3 سنين عرضا ونقدا، ولكن كقوة شرائية انخفضت بقت ما يعادل 794 دولار. اتفقنا؟ بس ادي البريزنت فاليو. طب اقدر العب نفس اللعبه مع الفيوتشر فاليو اوف ا سنجل اماونت؟ خلي بالك البريزنت فاليو هي فلوس هتجيلك في المستقبل عايز تعرف قيمتها كام النهارده. عكسها ايه بقى؟ عكسها الفيوتشر فاليوز. فيوتشر فاليو معناها ايه؟ ان انا في فلوس هتجيلي في المستقبل عايز اعرف هتسوى كام، او سوري فيوتشر فاليو يعني ان انا معايا فلوس دلوقتي عايز اعرف هتسوى كام في المستقبل. خدت بالك؟ انا هدفع فلوس دلوقتي، يا ترى الفلوس دلوقتي دي تسوى كام في المستقبل؟ عارف الفيوتشر فاليو دي كنا بنطبقها اكتر في ايه؟ في حساب اقساط التامين وبوليس التامين وهكذا. فما اجي مثلا انا شركه تامين تيجي تعرض عليا بوليس التامين تقول لي ادفع دلوقتي اشتري البوليسه واقعد ادفع قسط التامين بتاعك لمده 10 سنين كل سنه 1000 1000 1000 1000، بعد ال 10 سنين ادي لك مبلغ من المال، يبقى انت كده تاخد المبلغ من المال ده بعد 10 سنين يكون حصل لك تقاعد او يكون اولادك بقى دخلوا الجامعه فتعمل لهم مصروفات الجامعه وهكذا. طيب يبقى انا اذا هدفع دلوقتي واستلم في المستقبل. طب يا ترى الفلوس اللي هدفعها دلوقتي دي في الفيوتشر في المستقبل هتقبضني كام؟ هي دي الفيوتشر فاليو. فبيقول لك فيوتشر فاليو اوف سنجل اماونت ان انا دلوقتي في فلوس جايه لي في الايه النهارده، او في فلوس هدفعها النهارده عايز اعرف تسوى كام في المستقبل. فبيقول لك اذا اماونت افيلابل ات سبيسيفيك تايم، هي حاجه او فلوس هتكون متاحه ان حضرتك تقبضها ان فيوتشر، ولكن بيزد ان ايه سنجل ديبوزيت او سنجل انفستمنت هيدفع النهارده. فحضرتك هتدفع دفعه النهارده وهي شراء الوثيقه، فيقول لك اشتري وثيقه مثلا ب 100000 دولار النهارده وتقبضها بعد 10 سنين مثلا 300000 دولار مثلا. فبيحسبوها ازاي؟ بيقول لك انا النهارده هعمل ايه؟ هروح اخد الفلوس اللي هدفعها النهارده واشوف هتسوى كام في الفيوتشر في المستقبل.
The future value is the amount to be computed, هي القيمة اللي احنا هنحسبها لو الشخص انه عارف ال present value هيدفع كام النهاردة and the appropriate discount rate وسعر الفايدة. فلو انت عارف هتدفع كام في ال present النهاردة اللي هو الفلوس اللي الديبوزيت اللي هتدفعه today وعارف سعر الفايدة المتوقع في المستقبل، فحضرتك اقدر احسب لك الايه ال future value قيمتهم هتساوي كام في المستقبل. تعالى بينا كده ايه نشوف هنحسبها ازاي. بيقول لك it equal هتساوي ايه الكرنت بيمنت. يعني ايه الكرنت بيمنت؟ الفلوس اللي انا هدفعها دلوقتي تايمز مضروبه في الفيوتشر فاليو اوف 1 اللي هو الفاكتور بتاعنا في الستاندرد تيبل فور ا جيفن نمبر لعدد معين من السنين وانترست ريت معين. فادي دلوقتي قدامك كده جدول الفيوتشر فاليو اهو لمده كام سنه لحد 5 سنين وسعر فايده 6 8 مثلا 10. تعالى بقى نشوف جدول الفيوتشر فاليو ده، بس خلي بالك دي فيوتشر فاليو الايه لسنجل بايمنت، الدفعه هتدفع مره واحده دلوقتي هقبضها في المستقبل. فبيقول لك مثلا لو انت الفيوتشر فاليو اوف 1000 دولار انفستد توداي هتدفع 1000 دولار النهارده، يا ترى قيمتهم تسوى كام في المستقبل؟ حضرتك هتقول لي كام سنه؟ هقول لك بعد 4 سنين. يبقى اذا 4 سنين سعر الفايده اللي سايد في السوق كام في المية؟ 10%. هروح انا جاي كده عند 4 سنين اهو وجاي عند كام؟ عند 10%. شايف 10% دي اهي، واقوم ضارب ال1000 في 1.464 تطلع لك كام؟ 1464. يبقى اذا ال1000 دولار دلوقتي هي تعادل القوة الشرائية ل 1464 دولار في المستقبل. خلي بالك كده القيمة الشرائية ما زادتش، كده القيمة الشرائية انخفضت. لما تبقى معاك 1000 دولار دلوقتي تروح تشتري بيها مثلا عربية، لو عايز تشتري نفس العربية بعد 4 سنين وسعر الفايدة في السوق 10%، فلو عايز تشتري نفس العربية هتضطر تشتريها ب 1464، ال 1000 ما بقتش تجيب لك نفس العربية. فاوعى تتغر ان القيمة في المستقبل بتزيد، لا، القيمة في المستقبل انخفضت، بدليل ان انا حاجة هشتريها ب 1000 ممكن اشتريها بعد 4 سنين ب 1464، اتفقنا؟ وزي ما حضراتكم شايفين طبعا ان كل ما سعر الفايدة بيزيد كل ما القيمة الشرائية ايه اللي بيحصل لها يا جماعة؟ بتنخفض، صح كده؟ فيبدأ القيمة الشرائية للنقود ايه تنخفض كل ما سعر الفايدة يبدأ ايه يزيد. طيب انا كده اتعلمت بريزنت فاليو الرقم هيجي لي مرة واحدة، او بريزنت فاليو او فيوتشر فاليو الرقم هي ايه هدفعه مرة واحدة، اتفقنا كده؟ طيب ماذا لو الاماونت اللي هتجي لي دي مش جاية لي مرة واحدة، دي جاية لي في صورة ايه؟ انيوتيز، دفعات سنوية متساوية. هقعد ادفع اقساط مثلا من دلوقتي، او هقبض الفلوس اللي هتجي لي في المستقبل دي هقبضها في شكل دفعات. يبقى اذا هحتاج الجدول التاني بقى اللي هو اسمه الايه؟ الانيوتيز بقى. ليه؟ انا الجدول اللي انا اشتغلت عليه الاول في الاول ده كان اسمه ايه؟ بريزنت فاليو اوف 1، قيمة واحدة. هشوف بقى الجدول التاني اللي هو اسمه ايه؟ بريزنت فاليو اوف ايه يا جماعة؟ انيوتي، دفعات سنوية متساوية. تعالوا بينا نشوف قصته ايه ده؟ شوف بقى. بيقول لك انيوتيز لما تكون الفلوس اللي هتجي لك في المستقبل عبارة عن ايه؟ دفعات متقطعة. بس ايه، خلي بالك مش اي دفعات متقطعه، لازم تكون ايكوال متساويه وبفاصل زمنيه متساويه، يعني لازم كل كوارتر، كل 6 شهور، كل سنه منتظمه. فبيقول لك تعريف الانيوتي او الدفعه ايه؟ بيقول لك از يوجوالي هي ا سيريس سلسله من ايكوال بيمنت. شفت البيمنت لازم تبقى ايه؟ ايكوال، ات ايكوال انترفلز اوف تايم، في فاصل زمنيه برضو ايكوال متساويه. زي مثلا ان انا اقول لك ايه 1000 دولار ات ذا اند اوف ايفري يير، في نهايه كل سنه لمده 10 سنين. خدت بالك الانترفلز او الفاصل الزمني هنا هو عباره عن ايه؟ ان هي اند اوف ايفري يير، في نهايه كل سنه، فكده ايكوال متساوي. وكذلك الدفعات نفسها كلها 1000 1000 1000 1000، فدي يطلق عليها ايه؟ انيوتي. حلو، ركز بقى معايا. الانيوتي دي ممكن ادفعها في بدايه السنه او ممكن ادفعها في نهايه السنه، هتفرق؟ طبعا طبعا هتفرق جدا. الفلوس اللي هتدفع في بدايه السنه، يعني انا النهارده قاعد بتفق معاك ان احنا من النهارده هنعد 10 سنين، كل سنه تاخد دفعه. لو خدت الفلوس في اول السنه فاحنا قاعدين مع بعض دلوقتي هحط لك اول دفعه قدامك على الترابيزه. يبقى اذا البريزنت فاليو بتاعتها هي القيمه النقديه بتاعتها، ما لحقتش تفقد قيمه نقديه، صح؟ اما لو قلت لك يلا ماضينا بقى هبقى ادفع لك كل دفعه في نهايه كل سنه، فكده هنا الايه؟ النقود هتبدا تفقد قيمتها من اول السنه. فخلي بالك في فرق ما بين ان الدفعه تدفع في بدايه السنه وفرق ان هي تدفع في نهايه السنه. في نهايه السنه يبقى هتحتاج يتحسب عليها انترست لان هي تعتبر فقدت جزء من قيمتها وبقى ديسكاونتد. انما لو اتدفعت في اول السنه فهي لسه بشوكها، لسه بص ومحافظه قيمتها الشرائيه، مضينا العقد وانا خدتها على طول. عارف زي ايه مثلا؟ لو انا جيت كده مثلا وريت لك الايه؟ الرسمه اللي قدامك دي. كويس؟ ادي احنا بنمضي العقد اهو في السنه صفر اهو. بعد كده هتمر سنه ثم تمر سنه ثم الثانيه ثم الثالثه الرابعه وهكذا. انا النهارده دلوقتي لو عايز ادي لك 100 دولار اديها لك كده. عارف كده اديت لك ال 100 دولار دي امتى؟ اديت لك انا ال 100 دولار في الشكل ده هنا في اول السنه عند التوقيع على العقد.
فهي لسه محتفظه بقيمتها الشرائيه، ففي الحاله دي undiscounted، ما يتعملهاش discount. في فرق بقى عنها عن ما اجي اقول لك اتفضل يا عم ال $100 بتاعتك اهي، شفت انا عملتها لك ايه؟ اديتها لك في نهايه السنه، واخد بالك؟ وال $100 اللي بعدها اهي، فانا كده بدفع فين؟ في نهايه كل سنه، فدي اسمها ايه؟ ان ايريرز، متاخره في نهايه السنه. على عكس ما اعمل لك كده، شوف لو عملت لك كده انا كده بديها لك امتى؟ في بدايه كل سنه. لما اديها لك في بدايه كل سنه فهي في السنه الاولى دي ما لحقتش تعمل لها ديسكاونتنج او ما لحقتش تفقد قيمتها الشرائيه. فطبعا ليها دي ليها طريقه في الحساب ودي ليها طريقه في الحساب، سواء كانت الدفعات هنا ها الدفعات ديت ديو بتدفع في اول السنه او ان ايريرز متاخره بتدفع في نهايه السنه. اتفقنا؟ تعالى بينا نشوف الكلام ده ازاي. هيبدا يقول لك الدفعات بتاعت حضرتك يا اما اوردرلي انيوتي دفعات عاديه، وخلي بالك هو دايما العادي ايه؟ يعني عشان ما تتلخبطش، دايما العادي انك بتدفع في اخر السنه. تمضي دلوقتي وتدفع في اخر الشهر. فده العادي بتاعنا، عشان كده بيسموها ايه؟ انيوتي ان ايريرز، متاخره هتدفع في نهايه السنه. عكسها بقى ايه؟ انيوتي ان ادفانس، تدفع في البدايه. فدي بيسموها انيوتي ديو. يبقى في فرق ما بين الانيوتي ديو اللي هتدفع ادفانس في الاول، وفرق ما بين الانيوتي ديو ايه؟ اوردينري انيوتي اللي هتدفع في نهايه السنه. هتفرق في ايه؟ طبعا هتفرق. تعال نشوف الفرق ما بينهم ايه. الاولانيه دي سيريس اوف بيمنت اوكرنج، بتاعت دفع ات ايه بقى؟ ات ذا اند اوف اتش بيريود، في نهايه الفتره. انما دي سيريس اوف بيمنت، بتدفع في الايه؟ في البيجيننج اوف اتش بيريود. خدت بالك من الفرق؟ طيب لو انا هدفع في نهايه الفتره، the first payment of an ordinary annuity is discounted، اول دفعه هيتعمل لها discounting وهتخسر جزء من قيمتها الشرائيه، لان مر سنه من اول توقيع العقد لحد ما اتدفعت. اهو واخد بالك كده؟ اهو ركز كده، مر سنه اهو، انا مضيت معاك العقد في year zero هنا اهي، لغايه ما مرت سنه اهي رحت انت دافع لها اول دفعه، فهي فقدت جزء من قيمتها الشرائيه فهيتعمل لها discounting. فعشان كده بيقول لك الفيرست بيمنت هي discounted وهتدخل معايا في الحسبه. انما على العكس هنا بقى، لا لو انا دافع مسبقا الفيرست بيمنت هنا اوف انيوتي از نوت ديسكاونتد، مش هتعمل لها ديسكاونتد، ما لحقتش اصلا تفقد قيمتها الشرائيه. صح؟ ده ازاي؟ لو انا مثلا عامل كده اهو بدفع في الاول، فانا مضيت العقد قبضت اول 100,000 اهي في اول السنه، واخد بالك؟ كان دي كده السنه، ده اول السنه اهو، وده اخرها من الناحيه دي اهو، ده الطرف ده اخر السنه والطرف ده اول السنه. فانا كده دافع في اول السنه، يبقى القيمه ما لحقتش تفقد قيمتها الشرائيه اول دفعه دي، فمش هتحسب عليها انترست. فعشان كده بيقول لك ذا فيرست بيمنت هنا اوف انيوتي ديو از نوت ديسكاونتد، مش هتتخفض من قيمتها. طيب تعال نرجع تاني ونشوف الاوردينري انيوتي هنا. انا النهارده لو مستثمر وبدفع فلوس، يعني انا النهارده مستثمر وبدفع لحد فلوس، انا من وجهه نظر حد مستثمر بيدفع فلوس او مستني عليها فايده. فالنهارده المستثمر ده دفع لي اول فلوس عندي، دفعها لي في اخر السنه، يبقى ليه حق يقبض عليها فوائد؟ لا، ده انت دافعها لي في اخر السنه، ما استثمرتلكش. يبقى اذا انترست از نوت ارند، لو حضرتك مستثمر وبتدفع اول دفعه من استثماراتك في نهايه السنه، فهي الدفعه دي مش هتقبض عليها انترست للفيرست بيريود، لاول فتره اوف اوردينري انيوتي. ليه؟ لان حضرتك لسه دافعها لي في اخر السنه، انا لحقت استثمرها. على عكس بقى لو انت مستثمر واديتني اول دفعه استثمرها لك في بدايه السنه، هاجي في اخر السنه واقبضك عليها فوائد. فبيقول لك انترست از ارند، هتقبض فايده على الفيرست بيمنت اوف انا ايه؟ انيوتي ديو. خلي بالك في النقطه دي والنقطه دي، بيفترض ان حضرتك مستثمر وبتدفع فلوس عشان تستثمرها، فها هقبض عليها فايده ولا لا؟ قال لك والله بص، لو دفعتها لي اخر السنه انا لحقت استثمرها لك، مفيش فوائد. طب لو دفعتها لي اول السنه، هاجي اخر السنه اقبضك عليها فايده للفيرست بيمنت. اتفقنا؟ طيب تعالى بينا بقى نحسب الايه؟ البريزنت فاليو للاوردينري انيوتي والبريزنت فاليو للانيوتي العاديه. تعالى بقى نشوف لو هحسب، لو هدفع اخر السنه احسبها ازاي؟ لو هدفع اول السنه احسبها ازاي؟ خلي بالك لو انت شايف الجدول ده، فالجدول ده اللي احنا هنشتغل عليه الاوردينري انيوتي هو اصلا متظبط على الانيوتي ان ايريرز اللي هي الاوردينري، اللي هي بتدفع اند اوف ايه؟ اوف بيريود بيمنت. يبقى اذا الطبيعي بتاعنا او الاوردينري العادي بتاعنا دايما احنا بندفع في اخر الفتره. فدايما هتلاقي الجدول ده متظبط على الايه؟ متظبط على الايه؟ الانيوتي ان ايريرز اللي بتدفع متاخره في اخر السنه. حلو؟ فده هنشتغل منه مباشره لما نيجي نحسبها. الراجل هنا بيقول لك اهو، مدي لك الجدول اهو بتاع البريزنت فاليو اهو في اوردينري انيوتي، نفس الجدول اللي قدامنا اللي انا كنت جايبه من شويه، وبيقول لك اهو ادي 1 2 3 4 5 وادي عند سعر فايده 6 او 8 او ايه او 10. وهنبدا بقى دلوقتي ايه نحسب الايه البريزنت فاليو. يلا بينا نشوف. بيقول لك اول حاجه هنعتبرها اوردينري انيوتي، يعني بتسدد في نهايه الفتره. فيبدا يقول لك تو كالكوليت ذا بريزنت فاليو اوف اوردينري انيوتي لمده 4 بيمنت، يبقى خلي بالك كده البريود هنا هتبقى 4،
الدفعه الواحده قيمتها 1000 اتش ديسكاونتد بسعر فايده 10%. انا هجري على طول عند 4 كده مع 10%، هوب باخد الفاكتور ده وخلصت. اقوم ماسك ال1000 ضاربها في 3.170 يطلع لي قيمتها كام؟ 3170. سهله سهله ليه؟ عشان دي اتدفعت في نهايه المده، فرحت خدت الرقم من الفاكتور من الجدول على طول. طب ماذا لو بقى ان دي انيوتي ديو؟ يعني ايه انيوتي ديو؟ اللي هي دي اللي بتدفع ان ادفانس. هنا بقى هتختلف، انا هاجي لك بدري سنه، هاجي لك ايه بدري سنه، فهفضل ايه بعمل ايه بقى؟ ارجع للسنه اللي بعدها. يعني اذا اربعه مش هيبقوا اربعه، هرجع للي قبلها اللي هو يبقوا كام؟ عند ثلاثه. ليه؟ لان انا يعتبر في دفعه من الاربعه اديتها لك في يير زيرو، في الوقت الزيرو احنا بنمضي الحقد. يبقى اصبح ان انت مش باقي لك عندي دفعات متاخره الا كام؟ الا ثلاثه، صح كده؟ يبقى انا اذا لما اجي اقول لك الانيوتي ديو او اتدفعت في ان ادفانس في مع توقيع العقد او في بدايه التعاقد، هقول لك في الحاله ديت حضرتك تعمل ايه بقى؟ ترجع للسنه لورا. فبدل ما هم كانوا اربع فترات، لا هتعتبرهم انت ثلاثه، لان في واحده اتدفعت مسبقا او في البدايه. فبيقول لك يوزنج ذا سيم تيبل، باستخدام نفس التيبل، ذا بريزنت فاليو اوف ان انيوتي ديو اوف فور بيمنت هي 1000 اوف 1000، او الدفعه اربع دفعات قيمتهم 1000 بس اول واحده فيهم هتدفع اي ديو في الاول. قال لك اولسو مي بي كالكوليتد، ممكن نحسبها. فبيقول لك ذا فاليو ايكوال 1000 تايمز، مضروبه في ايه بقى؟ في الفاكتور فور 1. هنروح نجيب الايه الفاكتور هنا فور ايه بقى؟ 1 ليز بيريود، يعني هتاخد البيريود تنقص منها واحد. يعني البيريود هنا كام؟ 4، لا مش 4، شيل منها واحد وارجع سنه لورا تبقى 3. بس. فحضرتك هتروح الفاكتور بتاعك عند 4 ناقص 1 يبقى 3، يبقى هروح عند السنه الثالثه او البيريود الثالثه، وبعدين اختار الفاكتور هنا يطلع 2.487. بس خلي بالك، لو حضرتك قلت 2.487 وضربتها في 1000 هتطلع 2487، بس ده مش صح، لأن في 1000 سليمة اتدفعت في الأول، فلازم حضرتك تيجي في الآخر تضيف لي إيه؟ واحد. يبقى الواحد اللي أنت هتضيفه في الآخر بعد كده أهو بيقول لك increased by 1، بعد ما تطرح واحد من الفترة عشان ترجع سنة لورا، ترجع تاخد الفاكتور تزود لي عليه إيه بقى؟ واحد، أهو زائد واحد. increased by 1. ليه increased by 1؟ عشان في دفعه اتدفعت سليمه كامله مكمله ما تخصمش منها حاجه وما يتعملهاش ديسكاونتنج في اول الفتره. وبالتالي حضرتك هتروح عند 4، هتروح واخد 4، لا تقوم راجع لي ورا عند 3، تخصم سنه لان في دفعه اتدفعت في الاول، وتروح مختار الفاكتور 2.487 ده وبعدين تجمع لي عليه واحد فيبقى 3.487. ليه؟ عشان في دفعه اللي هي الواحد بقى اللي هيتضرب فيها دي، الدفعه دي هي اتدفعت في الاول وما اتعملهاش اي ديسكاونت. وبالتالي ذا بريزنت فاليو اوف انيوتي ديو لفور بيريودز هي عباره عن ايه بقى؟ عند 10% هي 3487. جبتها ازاي؟ خدت ال1000 بتاعتي وبعدين بدل ما اكشف عند 4 رجعت عند 3 اهي، اخفض بيريود فتره، فبقى الفاكتور بتاعي كام؟ 2.487 اهو، وبعدين ازود عليه واحد مقابل الدفعه اللي اتدفعت كامله في الاول. بس يطلع الله لك ان الفاليو بتاعتها كام؟ 3487. خلي بالك البريزنت فاليو للانيوتي ديو بتبقى اعلى من البريزنت فاليو في اوردينري انيوتي. ليه بقى؟ لان هنا في دفعه اتدفعت بدري بدري فكانت حافظه قيمتها الشرائيه وماسكه قوه، غير ما تكون اتدفعت في اخر السنه. عشان كده هنا بيقول لك ذا بريزنت فاليو اوف اوردينري اوف انيوتي ديو هي 3487 للانيوتي ديو اللي بتدفع في الاول، هي جريتر ذان اعلى من البريزنت فاليو للاوردينري انيوتي اللي هي بتدفع في الاخر. ليه؟ بيكوز ان البيمنت اوكر ايه؟ يير 1 سونر. حلو قوي سونر دي، سونر يعني اقرب، اتدفعت سنه اقرب عند الانيوتي ديو، اتدفعت لك سنه بدري. بس سهله. طيب اقدر اعمل نفس القصه دي مع الفيوتشر فاليو؟ هي بالظبط. ما هي فيوتشر فاليو يعني ايه؟ فلوس معايا دلوقتي، هدفعها دلوقتي ولا هستنى اما اول سنه تعدي وبعدين ابدا ادفعها؟ انا هدفع الفلوس دلوقتي عشان استثمرها، عايز بعرف قيمتها المستقبليه كام. فهيجي وانت بتعرف الفيوتشر فاليو بتاعتها يسالك، بقول لك ايه؟ هو انت دفعت في اول سنه ولا دفعت في اخر اول سنه؟ هتفرق؟ طبعا هتفرق. في الحاله دي ايه؟ هزود فتره، صح؟ هتفرق. تعال نشوف. بيقول لك الفيوتشر فاليو اوف انيوتي هي الفاليو ات اي ذات ا سيريس اوف ايكوال بيمنت ويل هاف ات ا سيرتن اماونت ان فيوتشر اف انترست ايرند ات ا جيفن ريت. يعني ايه الفيوتشر فاليو اوف انيوتي؟ هي عباره عن سلسله من الدفعات ايكوال متساويه، حضرتك هتبدا في دفعها من دلوقتي اهو ات ا سيرتن اماونت عشان تعرف قيمتها ان ذا فيوتشر لو انت عارف الانترست ايرند هتكون كام في الميه. تعال نشوف. راح جاب لنا جدول الفيوتشر فاليو اهو
بس بتاع الاوردينري انيوتي، وزي ما قلت لك قبل كده الجداول كلها متظبطه على الاوردينري انيوتي اللي هي بتدفع في نهايه السنه. انت عايز بقى تدفع في الاول، هنعمل التعديل اللي احنا عملناه ده، مش عارف ننقص واحد ونزود واحد وهكذا. جاب لنا الجدول اهو بتاع الفيوتشر فاليو بتاعنا، وتعالى نقرا ونشوف. بيقول لك تو كالكوليت الفيوتشر فاليو لمده 3 سنين اوردينري انيوتي ببيمنت قيمتها 1000 دولار اتش عند سعر فايده 6%. الله، طب ما سهله، انا الضلمه دي اوردينري انيوتي، والجدول كده كده بيكون متظبط على الاوردينري انيوتي اللي بتدفع في نهايه المده، فعلى طول هروح بقى عند 3 مع سعر فايده كام في الميه؟ 6%. اهو 3 عند سعر فايده 6% اهو الفاكتور بتاعي اهو. بس اروح انا اضرب الفاكتور ده في 1000، فيقول لك 1000 في 3 1.84 اهو. خلي بالك ال 3 6 دي هو خلاها 4 يعني بيقربها، فتطلع لك 3184. حلو قوي. طب لو انا بقى عايز احسب الفيوتشر فاليو الانيوتي ديو، يعني ايه انيوتي ديو؟ يعني اول دفعه بستثمرها دفعتها بعد سنه من دلوقتي، ما دفعتهاش او سوري، اول دفعه هستثمرها دفعتها دلوقتي. ليه؟ لان الاوردينري انيوتي اللي فاتت دي هي كانت بتدفع في نهايه المده، لا انت دفعت دلوقتي مع التعاقد. قال لك also may be determined from the same table. كل اللي حركة تعمله ان انت هتزود سنة زيادة كأن انت دافع فلوسك بدري بدري، يعني انا بدل ما ادفع لك في اخر السنة، لا ده انا سود لي سنة في استثماراتي عندك، لان انا هستثمر فلوسي عندك بدري سنة من خلال ان ادفع لك دلوقتي. فراح قال لك هنا ايه؟ قال لك also may be determined from the same table. هنضرب ال 1000 بيمنت بتاعتنا في الفاكتور بتاع ايه؟ في فاكتور فور ايه؟ وان اديشنال بيريود، لفترة زيادة. فانا النهارده المفروض ادي لك فلوسي تستثمرها لك عندك، تستثمرها عندك في نهايه كل سنه. لا، انا اديتك فلوسي بدري سنه، فاصبح 4 فترات. يبقى في الحاله ديت حضرتك هتحسب ايه؟ هتحسب هنا اديشنال بيريود 3+1، فاصبح هنا لو المثال بتاعنا مبني على 3 سنين وانا دفعت سنه بدري، لا يبقى انا بستثمر فلوسي هنا 4 فترات. فهمتوا؟ طيب يبقى اذا هقول 3+1=4، واروح اكشف هنا عند 4 مع 6% يطلع لي الفاكتور بتاعي كام؟ 4.3746. ما تاخدش الفاكتور ده وتضرب فيه مباشره، لازم تنقص لي منه واحد. ليه هتنقص لي منه واحد؟ علشان حضرتك في دفعه انت اوريدي دافعها من الاول، فلازم تخفضها من الفاكتور ده. فبعد ما حضرتك زودت واحد على البريود هترجع تعمل له ديكريزد باي 1، فترجع تاخد الفاكتور بقى اللي هو 4.3746 تنقص منه واحد، يبقى 3.375. في الحاله دي بقى تضربه في الالف بتاعتك اهي، يطلع لك الفيوتشر فاليو كام؟ 3375 لو كانت اول دفعه تدفع في اول السنه. اتفقنا؟ وخلي بالك انت كده الفيوتشر فاليو هنا اللي هي 3375 لو كنت هتدفع دفعه في اول السنه هي اكبر من لو كنت هتدفع في اخر السنه. ليه؟ لان فلوسك هتستثمر عندهم اكتر، صح؟ او مده اطول. عشان كده بيقول لك الفيوتشر فاليو اوف انيوتي ديو 3375 عند الانيوتي ديو اللي هي بتدفع في بدايه السنه هي جريتر ذان اعلى من الفيوتشر فاليو اوف اوردينري انيوتي اللي هتدفع في نهايه السنه. يا ترى ليه؟ عشان الديبوزيت او الايداع اللي حضرتك عملته ايرليير، بدري بدري في الاول. بس اللي عايزك تفهمه القصه دي ان هي ايه؟ عكس البريزنت فاليو. يعني هنا مثلا بريزنت فاليو اوف انيوتي كنت بعمل ايه هنا؟ كنت بنقص واحد وبعدين ارجع ازود واحد. ارجع عكس هنا بقى، نقص واحد وبعد سوري زود واحد وبعد كده ارجع نقص ايه؟ واحد. شفت العكس عامله ازاي؟ هنا في الاول بتعمل ايه؟ بتنقص واحد وبعدين تزود واحد، هنا اعكس، هنا هتزود واحد وبعدين ترجع تنقص الواحد ده. اتفقنا كده؟ طيب اللي احنا عملناه ده كله كان تاسيس لينا عشان نقدر نحسب البريزنت فاليو. وخلي بالك الفيوتشر فاليو بنسبه ضئيله جدا 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 ان احنا ممكن نحتاجها. شغلك اكتر على الايه؟ على البريزنت فاليو بنسبه كبيره، بنسبه 99%. ليه بقى؟ لان اصلا اي انفستمنت حضرتك بتدفع الفلوس الاول وبعد كده بتستنى يجيب لك فلوس في المستقبل، فانت عايز تشوف الفلوس اللي هتيجي في المستقبل دي كام النهارده، فدي اسمها الايه؟ البريزنت ايه؟ فاليو. اتفقنا كده عشان تقدر تحكم على البروجكت. كده احنا الحمد لله تاسسنا كويس ازاي نستعمل التيبلز او الجداول اللي معانا، ماشي كده؟ هنبدا بقى نطبق الكلام ده كله في ان احنا نشتغل على مقاييس المشروعات بتاعتنا بقى، اللي هي ايه؟ النت بريزنت فاليو والايه؟ والانترنال ريت اوف ريتيرن او الاي ار ار. هم دول التو methods او الطريقتين اللي هنحكم بيهم على المشروعات بتاعتنا هنقبلها ولا لا. اللي فات كان اهم حاجه تعرفها عشان تاسس نفسك، اللي جاي تطبيق لمبدا البريزنت فاليو مش اكتر، فاللي جاي سهل. تعال بينا بقى نشوف هنتكلم عن ايه. اول حاجه كده بيقول لك ايه؟ طريقه النت بريزنت فاليو. يعني ايه نت يا جماعه؟ يعني هتنتت حاجه من حاجه. ما هو البريزنت فاليو عرفتها خلاص، انا بقى هعمل نت البريزنت فاليو. يعني ايه نت؟ يعني هشوف الفلوس اللي انا هدفعها كام دلوقتي والفلوس اللي هتجيلي في المستقبل احسب لها بريزنت فاليو وبعدين انتتهم من بعض واشوف.
الفلوس اللي هتجيلي في المستقبل لو اكتر من اللي هدفعها دلوقتي بعد ما اكون عملتها بريزنت فاليو، لو اكتر من اللي هدفعها دلوقتي يبقى المشروع ده كسبان، يبقى عمل حاجه اسمها بريزنت فاليو بوزيتيف. اما لو الفلوس اللي هتجيلي في المستقبل بعد ما اعملها بريزنت فاليو واقارنها مع الفلوس اللي هدفعها دلوقتي طلعت اقل، يبقى هيعمل لي بريزنت فاليو نيجاتيف، لا يبقى ارفضه. بس يبقى اذا هنا بيقول لك زنيت بريزنت فاليو ميثود اكسبريس ا بروجكت ريتيرن بشكل الدولار اماونت. ودي نقطه مهمه قوي، ان هي في الاخر هتعرض لك العائد اللي هيجي لك من المشروع بالدولار اماونت بالفلوس. عارف هو بيأكد عليك الحته دي ليه؟ لان الطريقه الثانيه اللي هي الاي ار ار او الانترنال ريت اوف ريتيرن بتكسبريس البروجكت ريتيرن بالبرسنتج في صوره ايه؟ نسبه. فاذا في طريقه هتحكم لك على المشروع في صوره برسنتج او نسبه مئويه، وفي طريقه هتحكم لك على المشروع في صوره دولار اماونت. اول طريقه اللي هي البريزنت فاليو. اول حاجه نت بريزنت فاليو بتنتس، نتس هنا يعني بتنتد، ده فيرب يعني بتخصم او بتصفي. بتصفي ايه من ايه بقى؟ بتصفي الاكسبكتد كاش فلو سواء كانت ان فلو او اوت فلو، بتصفيهم من بعض الخاصه بالريليتد ايه تو البروجكت المشروع بتاعنا. then وبالتالي discount them at hurdle rate. ايه الهردل ريت ده؟ الهردل ريت هو معناها حرفيا الريت العقبة بالنسبة لك. يعني ايه هردل؟ يعني عقبة. يقصد بيها ايه؟ ان انا كشركة لازم اوصل للريت ده عشان ابقى تخطيت العقبة بتاعتي اللي هي الكوست اوف كابيتال. فده تعبير مجازي يعني. فحضرتك بقى عايز تسميه ايه؟ هردل ريت. also called ساعات بيتسمى ديزاير ريت اوف ريتيرن او معدل العائد المفضل للشركه، ساعات بيسموه الكوست اوف كابيتال، المهم ساعات بيسموه ريكوايرد ريت اوف ريتيرن. المهم ان هو الهاردر ريت، هو الديسكاونت ريت، هو الديزاير ريت اوف ريتيرن، هو الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، بس مش هو الانترنال ريت اوف ريتيرن. اتفقنا؟ عشان الانترنال ريت اوف ريتيرن ده حوار تاني اهو. اتفقنا كده؟ المهم حضرتك بقى هتاخد الريت اوف ريتيرن ده ومع فتره او السنوات، وتروح تكشف في الجدول تجيب الفاكتور تضربه في الفلوس اللي هتجيلك، حسبت لها بريزنت فاليو، تقارنها مع الفلوس اللي هتصرفها دلوقتي، تنتت الاثنين من بعض. خلصنا. تعال ناخد مثال، تعال ناخد مثال. شوف بيقول لك اهو the company discount the relevant net cash flow باستخدام هردل ريت 6%. يعني desired rate of return في الشركه 6%. فالشركه دي مثلا شايفه ان اي جنيه هتستثمره لازم تكسب منه اعلى من 6%، فهي بتشتغل على 6%. اللي هيطلع لها بوزيتيف عند 6% هتقبله، المشروع اللي هيبقى ايه اللي بنيجاتيف عند 6% هترفضه. تعال نشوف. شوف بقى ادي الفترات. في البدايه كده حضرتك هتصرف انيشال انفستمنت دلوقتي 501000، واخد بالك ان هي بالماينس علشان دي كاش اوت. اتفقنا؟ ثم في الفترات اللي بعد كده لحد يير 8 هتقعد تقبض الفلوس دي سنويا 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 وهكذا. طب انا النهارده الفلوس اللي هقبضها سنويا كل سنه دي ما ينفعش اقارنها مباشره بال 501000، لان الفلوس اللي هتيجي خلال الثمان سنين دي هتفقد قيمتها الشرائيه. يبقى الحل اعمل ايه؟ ديسكاونتد كاش فلو. اروح عند بريزنت فاليو فاكتور واروح للجدول بتاعي. بس السؤال بقى هنا، هل الدفعات اللي حضرتك شايفها دي قدامك دي اوردينري انيوتي ولا سنجل اماونت؟ دي ما تنفعش انيوتيز. ما تنفعش ايه؟ انيوتيز. ليه؟ لان الانيوتيز اللي احنا نعرفها لازم تكون ايكوال بيمنت ايكوال انترفلز. طب دي ايكوال انترفلز في نهايه كل سنه، بس مش ايكوال بيمنت، مره 77 مره 85 مره 101، مش هينفع. يبقى في الحاله دي استعمل اللي هم معاهم الجدول الثاني، ان كل واحده فيهم بتعتبر سنجل بيمنت لوحدها. واروح على طول اجيب لك الجدول بتاع السنجل بيمنت عند 6%. ده لا، ده الجدول بتاع الانيوتي مش هينفع، ادي جدول الايه السنجل بيمنت اهي. واروح اجيب الفترات بتاعتي عند 6%. 6% اهي، بص بقى 0943089039 بس، هو ده اللي انا ايه جبته اهو. شوف اهو 943893 وهكذا. بس خلي بالك اول انيشال انفستمنت هيدفع النهارده هو في البريزنت او في الحاضر النهارده يساوي نفس قيمته، لان الوقت ما مرش. فدايما الانيشال انفستمنت اللي اتدفع النهارده بنفس قيمته اهو. بعد كده الفلوس هتبدا تيجي لك بقى، وخلي بالك بمرور الزمن الفلوس عماله تفقد قيمتها. شايف ال 77000 في السنه الاولى بعد سنه تسوى 72، بعد سنتين تسوى 68، بعد ثلاثه تسوى 64، بعد اربعه تسوى 60 وهكذا. شايف انخفاض القيمه الشرائيه عامل ازاي؟ لدرجه ان انت ال 101000 اللي هتجي لك بعد 8 سنين تعادل 63000 كقيمه شرائيه. حلو، هبدا بقى انتت الاثنين من بعض، اطرح كده ال 501 من كل الدفعات اللي ايه هتجيلي. لو طلع الناتج بوزيتيف يبقى كل الفلوس اللي هتجيلي دي بعد ما اتعمل لها بريزنت فاليو اعلى من الفلوس اللي هصرفها، يبقى المشروع ده هيكسب واقبله. بس فبيقول لك اهو because the project has a net present value greater than zero، الرقم طلع 9000 بالبوزيتيف اكتر من الزيرو، يبقى في الحاله دي it is desirable، هو مفضل given the company's hurdle rate، باستخدام ال 6% hurdle rate المشروع ده يتوافق عليه. بس كده، شوف الموضوع سهل ازاي. دي كده النت بريزنت فاليو.
تعالى بينا بقى نحسب الايه الاي ار ار، ودي طريقه تانية من طرق ايه الحكم على المشروعات او الانفستمنت ديسيجن اناليسيس، علشان نقدر ناخد قرار في مشروع ممكن نستعمل طريقه تانية اسمها طريقه الايه الاي ار ار او الانترنال ريت اوف ريتيرن. ما هو الانترنال ريت اوف ريتيرن او معدل العائد الداخلي للمشروع ده؟ خلي بالك هم مسمينه انترنال ليه، لان ده يخص مشروع بعينه مش بتاع الشركه، يعني ده مش الريت اوف ريتيرن اللي الشركه بتحققه، لا ده الريت اوف ريتيرن الانترنال داخل المشروع ده تحديدا. فممكن مشروع غير مشروع غير مشروع كل واحد يكون ليه اي ار ار مختلف عن التاني. ليه بقى؟ قال لك اصل الاي ار ار ده هو الديسكاونت ريت او معدل العائد اللي بتكون عنده النت بريزنت فاليو زيرو. يعني ايه النت بريزنت فاليو زيرو؟ يعني المشروع متعادل، الكوست اللي اتصرفت دلوقتي مع الديسكاونت كاش فلو اللي هتيجي في المستقبل الاثنين نتهم زيرو. عن طب انت طلعتهم نت زيرو ده عند معدل الفايده كام في المية في الجدول؟ قال لك ما هو انا المعدل الفايده كام في المية في الجدول ده هو اللي حقق لي نت بريزنت فاليو زيرو، هو ده يعتبر الاي ار ار بتاع المشروع ده. عشان كده بيقول لك الاي ار ار، طبعا احنا اتفقنا ان هو بيطلع قيمته في الاخر بالبرسنتج او بالنسبه. هبدا بقى يقول لك الاي ار ار ده او الانترنال ريت اوف ريتيرن اوف ان انفستمنت الخاص بمشروع معين هو الديسكاونت ريت برضه، ولكن اللي عنده الايه الانفستمنت نت بريزنت فاليو ايكوال ايه زيرو. بس ان اذر وورد بمعنى اخر ات از ذا ريت، هو السعر الفايده ذات ميك ذا بريزنت فاليو اوف اكسبكتد كاش انفلو بتساوي البريزنت فاليو للاكسبكتد كاش اوت فلو. يعني كده المشروع متعادل مكيد. طب انا هستفيد ايه؟ انت بتطلع لي المشروع نيت بريزنت فاليو بزيرو. هقول لك لا، ما خلي بالك الانترنال ريت اوف ريتيرن ده بقى بتاع المشروع، لو اعلى من الديزاير ريت اوف ريتيرن بتاع الشركه اقبل المشروع ده. ليه؟ لان انت لما تنزل لي بالاي ار ار ده شويه كده لحد بتاع الشركه الاقل منه هتلاقي المشروع عمل بريزنت فاليو بوزيتيف. انما بقى لو الاي ار ار ده كان اقل من اللي الشركه بتفضله فهاجي اعلى شويه في الريت عن اللي حد الشركه بتفضله فهتلاقي المشروع قلب نيجاتيف فترفضه. يبقى اذا في الحاله ديت اف ذا اي ار ار هاير ذان الكامباني ديزايرد اوف ريتيرن يبقى في الحاله دي المشروع هيبقى ديزايربل ومفضل بالنسبه لنا وهنقبله. طيب احسبه ازاي؟ رخم شويه في حسبته، مش رخم ولكن ملوش مالكه ملوش ماسكه. انت النهارده حسبت بريزنت فاليو عند 6% طلعت بوزيتيف ب 9000، فحضرتك بتروح متجرب وتجرب تحسبها عند 7% كده. معروف ان كل ما سعر الفايده بيزيد كل ما القيمه الشرائيه للنقود بتنخفض، فتقوم حاسبه مثلا عند 7% تلاقي الرقم ده قلب نيجاتيف. بس يبقى اذا ما بين البوزيتيف والنيجاتيف الزيرو في النص، يبقى اذا يقول لك الاي ار ار ما بين السته والسبعه. كام يعني؟ 6.5، 6.6 وهكذا، فتقعد تقرب لحد ما تمسكه، لحد ما تلاقي النت بريزنت فاليو قربت على الزيرو. تعال نشوف بيتحسب ازاي. يوزنج ذا سيم ريليفانت داتا في الاكزامبل اللي فات اللي هو 13/7 اللي هو المثال ده، هنستعمل نفس الداتا دي بس هنغير الفاكتور ده، بدل ما هو 6% هنرفعه شويه. فبيقول لك ايه النت بريزنت فاليو باستخدام ايه 7% ديسكاونت ريت. طبعا هروح في الجدول واروح اجيب العمود بتاع 7% اهو مع السنوات وابدا بقى اشوف نفس الكاش فلو اهي، بس غيرت الفاكتورز بتاعتي عشان تتناسب مع 7%. لو مش مصدقني تعال نروح كده على الجدول اهو، فين 7% اهي 0.934 0.87 3 وهكذا اهو 9 3 4 8 7 3 وهكذا. تعالى بقى احسب بقى، هتبدا بقى تضرب كل دفعه من الدفعات دي في الفاكتور بتاعها فتطلع لك البريزنت فاليو بتاعتها، تنتت البريزنت فاليو كاش ان مع الكاش اوت يطلع لك رقم نيجاتيف. عارف ده معناه ايه؟ ان انت عديت من البوزيتيف ونزلت للنيجاتيف. يبقى اذا ما بين ال 10000 بالماينس وما بين ال 9000 بالبوزيتيف ما بينهم الزيرو. طب لو انا عايز الزيرو يبقى اذا الريت اللي عنده البريزنت فاليو بالزيرو هو يقع ما بين ال 6% وال 7%. فبيقول لك ايه؟ ذا هاير ديسكاونت ريت، لما رفعنا الديسكاونت ريت من 6 الى 7 ادت الى ان البريزنت فاليو بقت نيجاتيف. وبالتالي لو انت عايز الاي ار ار اللي تعريفه ايه؟ اللي تعريفه ان البريزنت فاليو فيه بتكون زيرو، فلو انت عايز الاي ار ار ده فهو يقع ما بين ال 6 وال 7، يعني اولموست سام وير تقريبا كده اراوند حوالي 6.5%. يبقى انا النهارده لو رحت استعملت فاكتور 6.5% هيروح مطلع لي الرقم ده ايه؟ زيرو بقى، او قريب شويه من الزيرو. وبالتالي بيكوز ذا كامبانيز ديزاير ريت اوف ريتيرن هو 6% فتقبل المشروع ده. ليه بقى؟ لان الشركه بتقول لك عند 6.5 هيبقى عامل زيرو. طب ماذا لو نزلت بيه لحد 6؟ اكيد هيعمل هيعمل بوزيتيف صح، لان كل ما سعر الفايده بيقل كل ما النقود بتمسك قيمه شرائيه في المستقبل اعلى، فيعمل لك بريزنت فاليو ايه بوزيتيف او اعلى.
بس. فاذا بما ان بقى الديزاير ديت اوف ريتيرن للشركه 6% والمشروع دوت بيبقى زيرو عند 6.5، لا اقبله يا معلم على طول. يبقى في الحاله دي ذا بروجكت شود بي اكسبتد، يبقى هقبل المشروع. ذا سيم ديسيجن، نفس القرار. ذات ويز اريفد ات يوزنج ذا نت بريزنت فاليو. وخلي بالك انا لما قيمت نفس المشروع اللي هصرف عليه 501 وهتجي لي الدفعات دي قبلته باستخدام النت، طريقه النت بريزنت فاليو اهو طلع لي رقم بوزيتيف قبلته، وقبلته برضه باستخدام طريقه الانترنال ريت اوف ريتيرن. يبقى اذا المشروع ده ذا سيم ديسيجن، خدت نفس القرار وهو ان انا اقبل المشروع ويز اريفد، وصلت له باستخدام النت بريزنت فاليو ميثود وباستخدام الاي ار ار برضه. بس ها سهلة كده. كده احنا خلاص خلصنا، خدنا النت بريزنت فاليو بتتحسب ازاي، والاي ار ار بنعرفه ازاي، هو اللي عنده النت بريزنت فاليو بتبقى زيرو اي يقع ما بين الستة والسبعة مثلا. فكده احنا خلاص خلصنا، عرفنا النت بريزنت فاليو وعرفنا الاي ار ار. مطلوب مننا ايه بقى دلوقتي؟ نقعد بقى نفاضل ما بينهم، نعرف عيوبهم ومميزاتهم كده. انما احنا خلاص خلصنا. بس هبدأ بقى دلوقتي اقول لك ايه هي الديس ادفانتج، العيوب الخاصة بتاعت الاي ار ار، عيوبه ايه، وفاضل ما بين الاي ار ار ولا النت بريزنت فاليو ايهم افضل. ده الكلام اللي جاي، كلام بسيط يعني. المهم ان احنا خلاص ايه اسسنا نفسنا بنكشف في الجدول ونحسب البريزنت فاليو ازاي، وعرفنا كمان بنطلع النت بريزنت فاليو والاي اي ار ازاي. اتفقنا كده؟ يلا بينا بقى نفاضل ما بينهم. اول حاجه هتكلم فيها هقول لك عيوب الاي ار ار او عيوب الديس او ديس ادفانتج الخاصه بالانترنال ريت اوف ريتيرن. شوف بقى مبدئيا كده الانترنال ريت اوف ريتيرن ممكن يطلع نتيجه معاكسه عن النت بريزنت فاليو، يعني يقول لك اقبل المشروع وهو المفروض يترفض، او العكس يقول لك ارفضه وهو المفروض يتقبل، لو الدايركشن اوف كاش فلو اتاثر مثلا، او مثلا لو المبالغ نفسها اختلفت من مشروع تفاضل ما بين مشروع ومشروع. تعال نشوف ازاي. فبيقول لك اي ار ار يوزد ان ايزوليشن. ايزوليشن هنا يقصد بها العزل، او مش يقصد بها العزل، يقصد بها التفرقه ما بين المشروعات. يعني ايه؟ يعني المشروع ده فرق ما بينه وما بين ده، اقبل ده ما تقبلش ده، فانت كده بتعمل ايزوليشن ما بينهم. فبيقول لك استخدام الاي ار ار في انك تايزوليت او تفصل ما بين المشروعات وتفضل ما بينهم، قال لك از سيلدم، هو شيء نادر، ما حدش بيستعمله قوي. بيقول لك ذا بيست روت تو ساوند كابيتال بادجيتنج ديسيجن، قال لك هو نادرا ما بيكون البيست روت. يعني بيقول لك استخدام الاي ار ار يوزد ان ايزوليشن هو سيلدم، نادرا يكون ان هو البيست روت او الطريق الافضل اللي ان انت تاخد قرارات سليمه في الايه، في الكابيتال بادجيتنج. ليه بقى؟ قال لك ذا فولوينج فاكتورز ريديوس، بتخفض الاستفاده اليوسفولنس من الاي ار ار. فلو حصلت لك الدايركشن اوف كاش فلو اتغير، والحاجه الثانيه كمان لو حصل لك ميتشوال اكسكلوسيف بروجكت، الحالتين دول يخلوك ما تستعملش الاي ار ار فيهم لانه هيبقى مضلل. تعال نشوف. لو انا جيت قلت لك مثلا دايركشن اوف كاش فلو، يعني ايه دايركشن اوف كاش فلو؟ اتجاه الكاش فلو. ما الكاش فلو بتخرج وبعدين تيجي، ممكن اغير الاتجاه، تيجي الاول وبعدين تخرج. ينفع في مشروع ممكن يديك فلوس في الاول وبعد كده تاخد منك، وفي مشروع تاني ممكن ياخد منك فلوس الاول وبعدين يديلك، فده اسمه دايركشن اوف كاش فلو. فبيقول لك وين دايركشن، لو اتجاه الكاش فلو تشنجز اتغير، فده فوكسنج سيمبلي اون اي ار ار، لو ركزت على اي ار ار هيبقى مسليدنج او مضلل. تعال ناخد مثال ان ازاي الاي ار ار بيضللك لو اتجاه الكاش فلو اتغير ما بين مشروع ومشروع. تعال نشوف. بلو ار ذا نيد كاش فلو فور توب بوتنشال كابيتال بروجكتس، يعني اللي جاي دي الكاش فلو الخاصه بايه، بتوب بوتنشال بروجكت، مشروعين. اول مشروع بروجكت اكس هتصرف الاول 222-240 وبعدين في بيريود 1 هتقبض 240. خلي بالك بروجكت واي هتقبض الاول، واخد بالك هتقبض الاول 22240 وبعدين بعد سنه هتصرف 240000. واخد بالك اتجاه ازاي؟ هنا كان الكاش اوت الاول وبعدين الكاش ان، هنا الكاش ان الاول وبعدين الكاش اوت. فماذا لو هتفاضل ما بين بروجكت اكس وبروجكت واي؟ ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا كاش فلو اماونت ار ذا سيم، يعني لو نتت ده من ده هيطلع برضه نفس الفكره، لو نتت ده من ده، فكاش ان وكاش اوت ذا سيم ان ابسولوت فاليو، في القيمه المطلقه، بدون بقى ما تاخد في اعتبارك بقى بريزنت فاليو او كده. المهم بط يعني يقصد ايه في القيمه المطلقه؟ يعني هنا 220-240، هنا 220-240 فالنت ما بينهم زيرو، وهنا 240 ان وهنا اوت فالنت ما بينهم زيرو. فيقصد يقول لك هنا ان الكاش فلو هي ذا سيم بالقيمه المطلقه بغض النظر عن اشارتها ان ولا اوت. But the direction differ، ولكن اتجاهها هيختلف. يعني ايه؟ يعني في واحد هيدفع الاول وبعدين ياخد، والتاني هياخد الاول وبعدين يدفع.
المهم بقى بيقول لك ان تشوزنج بتوين، عند اختيارك ما بين ذا تو، اختيارك ما بين المشروعين، لو الديسيجن ميكر ميد بي تمبد، لو حاول ان هو يسلكت البروجكت ذات هاز كاش ان فلو ايرليير، يعني لو اللي هياخد القرار اختار المشروع اللي هيجيب كاش فلو بدري اللي هو بروجكت واي ده هيجيب كاش فلو الاول اند كاش اوت فلو لاتر ويجيب فلوس بعد كده، في الحاله دي هيكون موقفه عامل ازاي؟ تعال نشوف. اول حاجه بيقول لك ايه؟ احسب الاي ار ار. فبيقول لك ذا اي ار ار فور بوث بروجكت هو 8%، which can be proved as follow. لو مش مصدقني تعال احسب لك، هحسب لك النت بريزنت فاليو عند 8% يطلع الايه النت بريزنت فاليو زيرو، واحنا عرفنا ان الاي ار ار هو ايه؟ هو سعر او معدل الفايده اللي عنده النت بريزنت فاليو زيرو. فالراجل هنا اختار 8% وقال يجرب بيها، طلعت معاه زيرو وقال لك تعالى اثبت لك كده. فراح في الجدول اهو عندي 8%، فين الجدول بتاع 8%؟ اهو واخد بالك كده عندي 8% اهي، شايف 8% 0.92 ثم 8.57 وهكذا. فراح جاب لك اهو 0.92 اهو السنه الاولى اهو، حلو، وحسب النت بريزنت فاليو طلعت زيرو. لما طلعت زيرو عند 8% قال لك بس يبقى الاي ار ار بتاعه 8%، لان تعريف الاي ار ار هو النت بريزنت فاليو عنده بتكون زيرو، وكذلك المشروع التاني. بس يبقى اذا كل مشروع من دول الاي ار ار بتاعه 8%، الاثنين زي بعض. اه طب انت هتختار انهي؟ قال لك بص الاثنين زي بعض مش هعرف افصل ما بينهم، عشان كده قلت لك هنا ما بيستخدمش في ان انت تايزوليت ما بين الاثنين، الاثنين زي بعض، ده 8% ار 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 وده 8% اي ار ار. اقول لك انا هجري اخد اللي هيجيب لي كاش فلو ايرليير، انا اخترت يا عم بروجكت واي. بس فهو اختار هنا بروجكت واي لان الاثنين نفس الاي ار ار، فراح مختار بروجكت واي اللي هو هيجيب له كاش فلو بدري. فالاي ار ار هنا فشل ان هو يفصل له ما بين المشروعين. طب تعالى بقى نعمل لهم بريزنت فاليو، يلا بينا. Discounting the cash flow at the company's hurdle rate 6% هيدي لك different picture. تعال بقى نشتغل عند الريت المفضل بتاع الشركة اللي هو 6% او الكوست اوف كابيتال او الديسكاونت ريت او الهاردر ريت بتاع الشركة اللي هو 6%. يلا بينا. راح جاب الفاكتور بتاع 6% من الجدول اهو، لو رحت الجدول كده عند 6% اهي 943 اهي، شوف عند 6% اهي 943. احسب لي كده present value. طبعا اول سنه دي بتبقى محتفظه بقيمتها زي ما هي، بعد كده بعد سنه هيضرب في الريت، شوف البريزنت فاليو بقت عامله ازاي. يا خبر، بروجكت اكس اللي انا ما اخترتوش في البدايه عامل بريزنت فاليو ايه؟ بوزيتيف. وبروجكت واي اللي انا انجرفت وراه علشان هيديني فلوس في الاول واخترته في الاول اداني بريزنت فاليو ايه؟ نت بريزنت فاليو ايه؟ نيجاتيف. يبقى شفت القرار اختلف ولا لا؟ حضرتك هنا باستخدام الاي ار ار ما قدرتش تفصل ما بين المشروعين لان ليهم نفس الاي ار ار، فاتجهت ناحيه اللي هيدي لك فلوس بدري الاول. لما جيت تحسب لهم بريزنت فاليو للديسكاونتد ريت بتاع الشركه طلع بروجكت اكس هو الافضل. بس يبقى ده من عيوبه ولا لا؟ عشان كده هنا بيقول لك ايه؟ الترن اوت، يعني العمليه اتقلبت، الترن اللي اتلفت، ذات ايه؟ جيفن هاردر ريت لور ذان، اقل من الريت ات ويتش ذا تو برودكت، اقل من 8%، في الحاله ديت التو بروجكت هاف ذا سيم ريتيرن، كان الاول عندهم ذا سيم ريتيرن، في الحاله دي ذا بروجكت وذ ا بوزيتيف كاش فلو ايرليير هو باي فار ذا ليست ديزيربل اوف ذا تو، يعني المشروع اللي كان هيجيب لك الكاش فلو ايرليير بدري يديك فلوس الاول بقى هو الليست ديزيربل، بقى هو الاقل ايه؟ افضليه. كليرلي بقت واضحه هي للديسيجن ميكر ان الديسيجن ميكر دلوقتي كان بي سيريسلي مسليد، كان هيضلل جدا اف هي يوز السمبل دايركشن اوف كاش فلو، لو كان اعتمد على اتجاه الكاش فلو كان هيضلل جدا از اي تاي بريكر. تاي بريكر هنا يقصد بيها فاصل في حاله التعادل، يعني المشروعين اتعادلوا في الاي ار ار، هستعمل انا الدايركشن اوف كاش فلو عشان افصل ما بينهم؟ غلط. ليه؟ لان ده كده بقى واضح جدا ان انا اخترت اختيار خاطئ، ان اللي هيديني كاش فلو الاول هو الافضل، ما طلعش كده، طلع ان اللي هيجيب لي كاش فلو بعد كده هو الايه؟ الافضل. فالموضوع بقى مضلل اهو لو هو استعمل الدايركشن كاش فلو كتايب بريكر او كفاصل في حاله التعادل ما بين التو بروجكت اللي ليهم نفس الاي ار ار. اتفقنا؟ كمان هنا بيقول لك معلومه، ان انفستمنت وي هاف مالتيبل اي ار ارز، يعني المشروع الواحد ممكن يكون ليه كذا اي ار ار. اتا ديفرنت نيت كاش فلو تشينج، كل ما الكاش فلو دي تغير كل ما المشروع يقلب اي ار ار مختلفه. بس ليه؟ شايف المثال اللي احنا كنا شفناه فوق ده؟ في المثال ده كده لو انا النهارده غيرت الباترن بتاع الكاش فلو دي الاي ار ار ده هيتغير ومش هيبقى 6.5، يبقى اذا الاي ار ار هيتغير لو الكاش فلو اتغيرت او الباترن بتاعها اتغير. كمان في بيقول لك اهو ذيس افكت از نون از، التاثير ده بيسموه ايه بقى؟ ذا مالتيبل اي ار ار بروبلم، يبقى دي عندنا تاثير او مشكله اسمها مشكله الاي ار ار المتعدد.
Thus وبالتالي the net present value method هي البريفابل هي المفضلة with the direction of cash flow vary من سنة لسنة. ليه؟ لأن النت بريزنت فاليو لو أنت تخيلت كده معايا بتحسب نت بريزنت فاليو هنا، غير لي في الأرقام دي زي ما أنت عايز وخليها لي سنة نيجاتيف وسنة بوزيتيف، النت بريزنت فاليو هتظبط معايا الكلام أفضل. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف مشكلة تانية بتقابلنا مع الاي ار ار. ايه هي بقى؟ لما يبقى لنا حاجة اسمها ميتشوال اكسكلوسيف بروجكت. يعني ايه كلمة اكسكلوسيف؟ اكسكلوسيف يعني حصريا، يعني حاجة اختار لواحد من الاتنين، قدامك كذا مشروع متبادلين ولكنهم ايه او معروضين عليك ولكنهم حصريا لازم تستعمل واحد ما بينهم. فلما حضرتك تيجي تفاضل ما بين مشروع ومشروع الاي ار ار هيكسفك قوي، مش هيظبط معاك، النت بريزنت فاليو هتبقى احسن منه. تعال نشوف. بيقولك لما يكون قدامك مشروعات حصريه تختار ما بينها as with changing cash flow direction، وما زي ما شفنا في الكيس اللي فاتت بتاعت الصفحه اللي فاتت دي بتاعت changing cash flow direction الاي ار ار هيكسفنا برضو. تعال شوف as with changing cash flow direction اللي شفناها في الصفحه اللي فاتت focusing only على الاي ار ار لما يكون الكابيتال از ليميتد، لما تكون الفلوس اللي معاك محدوده وتختار مشروع واحد بس، اعتمادك على الاي ار ار هنا كان lead to unsound decision، هيقودك لقرار unsound او غير سليم. تعال نشوف مع بعض. تعال نشوف. شوف بقى بيقول لك بلو ار ذا كاش فلو، قدامك الكاش فلو الخاصه بتو بوتنشال كابيتال بروجكت المشروعين المحتملين، واختار انت ما بينهم بروجكت اكس وبروجكت تي. بروجكت اكس هتدفع 178 الاول وتقبض 200 بعد كده في بيريود 1، ده كده اي ار ار 12%. بروجكت تي حضرتك هنا هتدفع 300 الاول وبعد كده هتقبض 330، فده كده اي ار ار 10%. حلو قوي. انا النهارده لو قلت لك اختار ما بينهم هتجري على طول على ابو اكتر اي ار ار وتختاره. فعشان كده بيقول لك if capital is available for only one project، لو متاح لك فلوس لمشروع واحد بس using the IRR alone، انك تعتمد على الاي ار ار لوحده في المفاضله ما بينهم وتسجست ان البيست بروجكت هيكون اس. ليه بروجكت اس؟ لانه الاعلى في الاي ار ار اهو، اعلى ب 12%. طب ما تيجي بقى نعمل لهم بريزنت فاليو ونشوف. فبيقول لك وانس اجين هاويفر، ولكن لو عملنا ديسكاونتنج للبروجكت نيت كاش فلو ات ذا كمبانيز هاردل ريت، الهاردل ريت بتاع الشركه اللي هو كام يا اخوانا؟ 6%. هو هنا بيقول لك هاردل ريت، على اساس انت حفظت بقى خلاص ان الهاردل ريت بتاع شركتنا ده 6%، فمن فضلك اكتب فيه كده ان ده 6%. وتعالى نحسب عن 6% ونشوف. انا بجيب الفاكتور دي عن 6%، 943 دي عن 6%، اهو بص فين 6% اهي 943 0.943 ده عن 6%. يبقى اذا النهارده الريت بتاع الشركه هو 6%. تعال بقى نشوف ونحسب نت بريزنت فاليو للاثنين. هروح اجيب الاولاني اهو ليه نفس القيمه بتاعت السنه الاولى، ثم بعد ما مرت سنه هخفض قيمتها بالفاكتور بتاع البريزنت فاليو، وكذلك للمشروع الثاني. تخيل بقى البريزنت فاليو للمشروع تي اللي انا ما اخترتوش في الاول هي الاعلى. يبقى انا اذا لما اعتمدت على الاي ار ار كان مضلل بالنسبه لي، ولما اعتمدت على النت بريزنت فاليو طلعت هي الافضل وادتني ان بروجكت دي هو الافضل. عشان كده بيقول لك ايه بقى؟ وايل بينما البروجكت اس هاز ذا ديستنكشن اوف جيفنج ا كمباني هاي ار ار، يعني بروجكت اس عنده ديستنكشن او عنده الميزه او الاختلاف ان هو هيدي للشركه الاي ار ار الاعلى، ولكن بروجكت تي ان فاكت هو البريفابل. ليه؟ بيكوز ات اد مور تو شير هولدر فاليو. يعني ايه بقى؟ يعني حضرتك لما تيجي تقيس الشير هولدر فاليو او القيمه بتاعت المساهمين اللي هيستفادوها، تدي له فلوس اكتر ولا تدي له فلوس اقل؟ هيقول لك لا اديني فلوس اكتر، بس خلي بالك ده كده بمعدل عائد اقل. هقول لك مش مهم انا عايز دولارات اكتر. يبقى دايما البريزنت فاليو هنا بتشتغل بالدولار اماونت، فبتقاد للشير هولدر فاليو، تدي لهم فلوس اكتر. اتفقنا؟ طيب دي كده كانت المشكله الثانيه اللي هتبان لك فيها عيوب الاي ار ار. طيب المشكله الثالثه اللي تبين لك عيوب الاي ار ار برضو ايه؟ فارينج ريت اوف ريتيرن، اختلاف معدلات العائد في عمر المشروع. فبيقول لك البروجكتس نيت بريزنت فاليو كان ايزلي بي ديترمند باستخدام ديفرنت ديزايرد ريت اوف ريتيرن فور ا ديفرنت بيريودز. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اغير حسبه النيت بريزنت فاليو مع تغيير اكتر من ريت اوف ريتيرن او اكتر من ديسكاونتد ريت على اكتر من سيناريو. انما للاسف المشروع مالوش الا اي ار ار واحده بس، انما the IRR is limited لسنجل سامري او قيمه واحده سنجل سامري ريت فور ذا انتاير بروجكت. يبقى اذا اختلاف الريت اوف ريتيرنز مش هتعرف تشتغل بيه لو انت اعتمدت على اي ار ار. ليه؟ لان المشروع ليه اي ار ار واحد بس، انما انا غير لي الريت اوف ريتيرن اقعد احسب لك البريزنت فاليو عند كل واحد فيهم براحتي. ايه المشكله الرابعه اللي تبين لك عيوب الاي ار ار كمان؟ قال لك ايه بقى؟ مالتيبل انفستمنت. مالتيبل انفستمنت هنا يقصد بيها ان انت قدامك اكتر من مشروع وهتقبلهم كلهم، مش ميتشوال اكسكلوسيف. خلي بالك ميتشوال اكسكلوسيف يعني تقبل واحد حصريا، هنا لا، مالتيبل انفستمنت يعني هتقبل المشروعات اللي قدامك كلها.
فبيقول لك لو انت هتقبل 3 4 مشروعات مع بعض، نت بريزنت فاليو اماونت فروم ديفرنت بروجكتس كان بي ادد. يعني ايه؟ يعني ممكن اخد النت بريزنت فاليو بتاعت المشروع ده والمشروع ده والمشروع ده واجمعهم على بعض. متخيل كده معايا؟ تعال ادي لك المثال. شايف المشروعين دول؟ مش انا المفروض اختار واحد ما بينهم؟ يا عم اعتبر ان انا معايا فلوس كتير وهقبل الاثنين. لو انا قبلت الاثنين، النت بريزنت فاليو بتاعتي هتبقى كام؟ هتبقى 11000 زائد 10000 هتبقى 21000 وكسر، جمعتهم مع بعض. انما بقى لو انا دلوقتي بستعمل الاي ار ار، بات اي ار ار ايه يا جماعه؟ ريت كانوت، ما اقدرش اجمعه. كانوت ايه يا عم؟ كانوت بي ادد. يعني مثلا لو المشروع ده اهو هيديني مثلا زي ما قلنا هنا في الايه، في الاي ار ار ده هيديني 12% وده هيديني 10%، هل ده معناه ان انا كده هاخد ريت اوف ريتيرن 22%؟ لا، جرب كده اجمع الاثنين، ده زائد ده وده زائد ده، واحسب لهم على بعض اي ار ار، مش هتلاقيها كده. تعال نجرب، تعال نشوف اهو، مش هكسفك، تعال شوف. بص ادي بروجكت اس صح كده، واللي تحتيه بروجكت تي، تمام حلو. تعال نشوف هنا هيدي لك ايه، نجمع كله على بعضه. تعال نجمع كله على بعضه كأن احنا بنجمع الاثنين مع بعض. الاولاني دوت هتدفع في الاول كام؟ ماينس 178571، والتاني كام؟ ماينس 300000. حلو، وهنا هيجيب لك 200، وهنا هيجيب لك كام؟ 330000 صح كده. ماشي، تعال بقى كده وريني بقى، فرجني هنا الاول انا كنت بعمل ايه؟ كنت بجمع الاثنين دول كده صح، وبعدين كنا بناخد بقى ايه، ناخد ده كده نقسمه على المبلغ بتاعنا، فيطلع لك كام في المية؟ 12%. طبعا الاشارة هنا مال ايه، المفروض نتجاهلها تماما علشان ده عائد. والتاني اهو كنت برضو ها ايه، هبدأ اقول اهو 30 على كام، على 300، فيطلع لي 10%. حلو ماشي، ده اللي حصل قدامي. هل حضرتك تقدر تجمعني الاثنين اي ار ار دول وتقول لي انت كده كسبان 22%؟ لا، تيجي نجرب، تعال نشوف، اجمع لي دول على بعض. حلو، واجمع لي دول كمان على بعض. يلا بعد كده بقى اطرح، قول 530 وتشيل منها ده، يبقى مكسبك 51. تعال بقى كده بقى احسب لي العائد، هتروح حضرتك قايل 51 على 478، واخد بالك؟ افريج ما بينهم. شفت بقى؟ يبقى اذا الاي ار ار بتاع اتنين بروجكت ما تقدرش تجمعه على بعضه، على عكس النت بريزنت فاليو، النت بريزنت فاليو تقدر تجمعها على بعضها. هنا انا ما قدرتش اجمع الاثنين مع بعض واقول اكسب 22.5%، انا جاست عملت لهم افريج بس. صح؟ اهو بالدليل القطع اهو. يبقى اذا انا دلوقتي هنا اقدر اقول لك ايه؟ اقدر اقول لك ان لما يكون عندك اكتر من انفستمنت، النت بريزنت فاليو لكل بروجكت فيهم تقدر تجمعها، اقول ده هيكسبني 11 وده هيكسبني 10 بمجموع 22. بات اي ار ار كانوت، ما اقدرش. ليه؟ لان الاي ار ار اوف ذا تو اوف ذا هول الاثنين كلهم از نوت ذا سام اوف ذا اي ار ار بتاع الاثنين. واديك شفت اهو ان الاي ار ار بتاعهم كلهم مش هو مجموع الاثنين، ولكنه الافريج ما بينهم. اتفقنا كده؟ طيب يبقى ما يكون عندك مالتيبل انفستمنت مش هتقدر تحكم عليهم باستخدام الاي ار ار كلهم. دي كده كانت مشاكل او عيوب الايه، الاي ار ار. تعال بقى نشوف ايه، كومبيرنج كاش فلو باترن، نقارن بقى ما بين الكاش فلو. الكاش فلو هتيجي الباترن بتاعها عامل ازاي؟ كتير في الاول وبعدين يقف، ولا قليله بس منتظمه كتيره، منتظمه على السنين، يعني هجيب لك منتظمه على سنوات اكتر، ولا ويكون قيمه قليله، ولا ادي لك قيمه كبيره بس في اول كام سنه؟ ما انت كده بتبوظ لي الباترن بتاع الكاش فلو، يا ترى انهي افضل؟ تعال نشوف. اوفن ديسيجن ميكر، غالبا متخذ القرار ماست تشوز، يختار ما بين مين ايه بقى؟ تو ميتشوال اكسكلوسيف بروجكتس، ما بين مشروعات يختار ما بينها حصريه، واحد بس اللي ياخده. وان واحد من المشروعات دي هيجيب لك انفلو هاير ان ذا ايرلي ييرز، في السنوات الاولى، بات فول، ولكن هينخفض بعد كده، فول اوف دراستيكلي، دراميا كده هتلاقيه انخفض لاتر في السنوات اللي بعد كده. اند وان، ومشروع تاني الانفلو بتاعته هتبقى ستيدي، مستقره من خلال البروجكت لايف. طب في الحاله ديت انا اختار انهي؟ اختار المشروع اللي هيجيب لي فلوس كتيره في الاول وبعد كده يقع، ولا المشروع اللي هيجيب لي فلوس قليله بس منتظم على سنوات اكتر؟ قال لك بقى على حسب. ذا هاير ذا فيرمز هاردر ريت، كل ما يكون الهاردر ريت بتاع الشركه عالي، لا خد فلوس بسرعه. ذا مور كويكلي بروجكت ماست بي اوف، كل ما يكون المشروع لازم كويكلي بسرعه يدفع لك اكتر. يبقى اذا المشروع اللي هيجيب لك فلوس عاليه في الاول ده بيحتاج ان الشركه تكون عندها هاير هاردر ريت اوف ريترن عالي. اما بقى الشركات اللي عندها لو هاردر ريت، قال لك لا، دي بقى بريفير السلو، البطيء اللي هيجيب فلوس ايه على سنوات اطول، ولكنها ستيدي، منتظمه كبيباك، بيباك يعني بيرد فلوسه تاني.
عرفت بقى؟ لان الشركات صاحبه الهارد الريت الاعلى الكوست اوف كابيتال بتاعتها عاليه، فعايزه فلوس بسرعه. اما الشركات صاحبه الهارد الريت اللو الكوست اوف كابيتال بتاعتها قليله، فتقول لك مش مشكله احنا قاعدين مع بعض، كده كده الهارد الريت القليل ما بيفقدش النقود القيمه الشرائيه بتاعتها زي الهارد الريت العالي. الهارد الريت العالي بيخلي النقود تفقد قيمتها الشرائيه بسرعه، والجدول اكبر دليل على كده. فيقول لك لا اديني بقى الفلوس بسرعه في البدري عشان ما تلحقش تفقد قيمتها. كمان هنا بيقول لك ايه بقى؟ ذا نت بريزنت فاليو بروفايل. ايه النت بريزنت فاليو بروفايل ده؟ اللي هو الرسمه اللي قدامك دي اسمها نت بريزنت فاليو بروفايل، هنتفرج عليها دلوقتي. النت بريزنت فاليو بروفايل ده كان بي اوف جريت براكتس، يوز بيبقى استخدامه براكتيكال عظيم جدا تو مانجر للمديرين، عشان لما يجي يعمل ايه بقى التراينج تو ميك انفستمنت ديسيجن، لما يجي ياخدوا القرار ده. فدايما المانجر او المديرين جريت براكتيكال يوز بيستعملوا النت بريزنت فاليو بشكل عظيم جدا جدا في اختيارهم او اتخاذهم للقرارات. قال لك ات جيف ا مانجر، بيدي للمدير كليرلي انسايت، رؤيه واضحه جدا انتو ذا فولوينج كويستشن، على الاجابات دي، على الاسئله دي. فبيجاوب له على الاسئله دي. شوف بيقول له ايه ده. طبعا النت بريزنت فاليو بروفايل هو اللي هيجاوب لنا على الاسئله دي. هاو سنسيتيف ا بروجكت، ما مدى حساسيه المشروع او البروفيتابيلتي بتاعه المشروع تو تشينج، ان هي تتغير لو غيرنا في الديسكاونت ريت. فيقول لك بقى تعالى لي على النت بريزنت فاليو بقى، يقعد يغير الديسكاونت ريت كل شويه ويحسب بريزنت فاليو مختلفه، ويقول لك البروفيتابيلتي بتاعه المشروع كويسه ولا راحت ولا اخبارها ايه. هيرد عليك اجابه كويسه. كمان هيقول لك ايه، ات وات ديسكاونت ريت، عند ايه سعر ديسكاونت ريت او معدل فايده او ديسكاونت ريت او هارد ريت، از ان انفستمنت بروجكت لسه ستيل بروفيتبل، يعني عند 6% بروفيتبل، عند 5% بروفيتبل، عند 4، عند كل دول بروفيتبل. انا ما عرفت منين، قعدت احسب النت بريزنت فاليو عند كل واحد فيهم. اتفقنا؟ تعال نشوف النت بريزنت فاليو بروفايل ده عامل ايه. بيقول لك اهو هنعمل كومبير ما بين مشروعين الكاش فلو باترن بتاعهم مختلف. واحد اهو اول مشروع اللي هو بروجكت كي، بروجكت كي ده هتدفع 200,000 في الاول، والتاني هتدفع 200,000 برضه، يعني الاثنين متطابقين في الكوست، ولكن واحد فيهم هيجيب لك فلوس سريعه جدا على مدار سنتين وبعد كده يقع، والتاني هيجيب لك فلوس اقل ولكنها منتظمه. اني واحد فيهم احسن؟ احنا اتفقنا قلنا لو الهارد الريت بتاع الشركه عالي يبقى الاولاني ده هيكون مفضل عشان تلحق الفلوس قبل قيمتها ما تنخفض. اما لو الهارد الريت بتاع الشركه منخفض يبقى تاخد ده. ليه؟ لان القيمه الشرائيه للنقود مش هتنخفض قوي يعني. بس تعالى بقى نحط ده على الايه، على النت بريزنت فاليو بروفايل بتاعنا. بيقول لك الجرافيك اللي قدامنا جرافيكال ريبريزنتيشن اوف ذا تو بروجكت للمشروعين ات فاريوس ديسكاونت ريت، لديسكاونت ريت مختلفه. هيلب هيساعدنا تو الستريت ان احنا بقى نعرض لك الفاكتورز، العوامل اللي الديسيجن ميكر ماست كونسيدر ياخدها في اعتباره ان ساتش سيتويشن. تعال نشوف، ادي بروجكت اسمه كي وادي بروجكت اسمه ال. انا هاجي هنا على المحور الراسي وهحط لك النت بريزنت فاليو اهي بالدولار اماونت ماينس 40 ماينس 20 0 20 40 وهكذا، وهاجي على المحور الافقي واحط لك الديسكاونت ريت اهي اللي هو الديسكاونت ريت بتاعنا 5% 10% وهكذا. وبعدين هرسم كيرف لكل مشروع منهم. شايف الكيرف اهو، ال ده الكيرف بتاع اللي هو بتاع مشروع ال، وكده اللي هو الكيرف بتاعه. بص بادئ منين؟ بادئ اهو من البدايه اهو، ان انت كده هتبدا ايه، تنزل كده 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 لتحت اهو، او تنزل كده لتحت. تعال بقى نشوف اول حاجه هنعملها، هنشوف الاثنين هيتقاطعوا مع بعض فين. الاثنين تقاطعوا مع بعض عند نقطه التقاطع دي، هعمل اسقاط راسي كده واسقاط افقي كده على المحاور، وهقول لك ان عند الفاكتور او البريزنت فاليو فاكتور او ديسكاونت ريت اللي هو لو نزلت 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 اللي هو 7.96، ده الديسكاونت ريت بتاعنا اللي هو 7.96%، عند الديسكاونت ريت ده المشروعين الاثنين زي بعض محققين لي نت بريزنت فاليو 15468. يبقى اذا عند الديسكاونت ريت ده المشروعين مش فارقين بالنسبه لي. فانا لو شركه الهارد الريت بتاعها 7.96 ده اختار اي مشروع من الاثنين، مش فارقه معايا، الاثنين بالنسبه لي واحد، والاثنين هيحققوا نفس الايه البريزنت فاليو 15000. اما لو الهارد الريت بتاعي زاد شويه وبقى 11.388، عارف ده معناه ايه؟ ان مشروع ال هنا هيجيب بريزنت فاليو زيرو. الله، طب ما الاي ار ار كان تعريفه ايه؟ كان تعريفه ان هو الديسكاونت ريت اللي عنده النت بريزنت فاليو زيرو، يبقى اذا الاي ار ار لمشروع ال هو 11.388. طيب لو مشيت شويه كده هلاقي مشروع كي عمل نت بريزنت فاليو عند الزيرو هنا اهو، واسقطت كده طلعت 13.89، يبقى اذا 13.899 هو الاي ار ار بتاع مشروع كي، اي هو الديسكاونت ريت اللي نت بريزنت فاليو لمشروع كي تساوي زيرو عنده. بس تعال نقرا الكلام ده هنا.
بيقول لك ات هاردل ريت اوف اكزاكتلي 7.96 اللي هو الهاردل ريت ده، الديسيجن ميكر از انديفرنت. كلمه انديفرنت يعني غير مبالي، مش فارقه معاه، يقبل ده زي يقبل ده. فهو دلوقتي بقى انديفرنت، مش فارقه معاه بتوين التو بروجكت، الاثنين هيدوا له نفس الايه النت بريزنت فاليو اللي هي 15000. فبيقول لك ذا نت بريزنت فاليو اوف بوث 15468 ات ذا ديسكاونت ريت، هي هي الاثنين هيدوا لك نفس الايه النت بريزنت فاليو. فانا عند هاردل ريت ده مش فارق معايا ده او ده، اختار الاثنين. طيب اف ذا هاردل ريت بلو نزل بقى تحت ال 7.96، يعني انا نزلت كده شايف السبعة ده، لو انا خفضت كده حلو ناشي راحت الزيرو اهو، جرب كده خد اطلع كده عند اي ريت اقل من ال 7.96 واطلع فوق، هتخبط عند ايهما اعلى بريزنت فاليو؟ عند ال ال اهو، ال ال ده اللي بيدي لك اعلى بريزنت فاليو عند ريت اقل من 7.9 ده. وده معناه ان كل ما يكون الريت اقل كل ما تقبل مشروع ال افضل. خدت بالك؟ كل ما يكون الهارد الريت اقل كل ما تقبل مشروع ال، اي تقبل المشروع اللي هو هيجيب لك ستيدي كاش فلو ولكنها بطيئه. عشان كده في الصفحه اللي فاتت قال لك ايه؟ قال لك ان هنا كل ما يكون الهارد الريت اقل اهو اللور هارد الريت، كل ما بقى المشروع المفضل بالنسبه لنا هو السلو البطيء والستيدي. علشان كده اثبتها لك اهو، ان انا لما قللت الهارد الريت ونزلت عن ال 7.9 وطلعت كده خبطت عند مين؟ عند اعلى واحد فيهم، لقيته ال ال مديني اعلى بريزنت فاليو. اتفقنا؟ طيب عشان كده بيقول لك اهو لو الهارد الريت هنا بلو اقل من 7.9 قال لك ذا بروجكت هوز انفلو لاست لونجر، المشروع اللي الانفلو بتاعته لونجر اطول انتو ذا فيوتشر هيكون هو البيتر انفستمنت، اللي هو مشروع ال اللي هو الفيوتشر بتاعته كاش فلو اطول ولكنها اقل. طيب ولو زودنا عن ال 7.9 هيقول لك بقى ايه؟ اتهارد الريت اباف اعلى من 7.9، لو انا هنا كده عليت بقى هنا كده، جرب تعلي هنا كده هتلاقي نفسك بتخبط في كي، واخد بالك؟ كي هنا هو الاعلى في البريزنت فاليو. فبيقول لك في الحاله ديت البروجكتس الانفلو بتاعته هي الفرونت لودد، فرونت لودد يعني مدي لك فلوس كتير في الاول، فرونت لودد ملود الكاش كلها في الاول في الفرونت في الامام، اللي هو مشروع كي هيكون هو الافضل. عشان كده انا قلت لك فوق هنا ايه؟ قلت لك فوق لما الهاير هاردر ريت او الهاردر ريت يبقى اعلى هيكون المشروع المفضل بالنسبه لي هو الايه؟ اللي هيديني بي اوف اسرع كويكلي، اللي هو مشروع ايه؟ مشروع كي. اهو لما خرجت بعد ال 7.9 بشويه لقيت مشروع كي هو الاعلى في الايه؟ في البريزنت فاليو. يبقى اذا عند هاردر ريت اعلى من 7.9 المشروع الفرونت لودد هو البيتر تشويز، هو الاختيار الافضل اللي هو كي. طيب لو انا عايز اعرف الاي ار ار بتاعهم فين؟ الاي ار ار بتاع كل واحد فيهم هو اللي اصطدم بيه بالبريزنت فاليو عندي زيرو، اللي هو هنا 11.38 وعند المشروع الثاني كي 13.89. فبيقول لك اهو ات اني هاردر ريت ابوف 13.89 لو انا زودت عن 13.89 بروجكت كي هاي لوز ماني، هينزل تحت الزيرو. يعني اذا ده هو يعتبر الاي ار ار بتاعه. وكذلك هو ده ايه؟ ده الريت ات ويتش البريزنت فاليو بتبقى زيرو، اللي هو الاي ار ار 13.89. وعلى فكره ونفس الكلام للبروجكت ال عند 11.388 ده الاي ار ار هنا بزيرو اهو، او سوري النت بريزنت فاليو هنا بزيرو، يبقى هو ده الاي ار ار بتاعك. اتفقنا؟ ده كده اسمه النت بريزنت فاليو بروفايل، لما تحصل لك مشكله الايه؟ تغير الباترن بتاعت الكاش فلو. ماشي؟ طيب تعال بقى نشوف اخر حاجه عندنا، وهي ان احنا هنقارن ما بين النت بريزنت فاليو والاي ار ار ايهما انجح وايهما بيتغلب على المشاكل اكتر. تعال نشوف. بيقول لك ذا ري انفستمنت ريت، ايه موضوع الري انفستمنت ريت ده؟ ما كلمتناش عنه قبل كده. هقول لك هو انا مش لما المشروع هيجيب لي فلوس في المستقبل هعمل لها ري انفست او اعيد استثمارها في المشروع؟ اه. طب هو الري انفستمنت ريت ده بقى هيكون هو الديسكاونتد ريت بتاع الشركه ولا هيكون الاي ار ار بتاع المشروع؟ تعال نشوف. فبيقول لك ذا ري انفستمنت ريت بيكام كريتيكال، بيكون حاجه حساسه جدا وين تشوزنج بتوين نت بريزنت فاليو اند اي ار ار. فالنهارده حضرتك وانت بتختار ما بين النت بريزنت فاليو او الاي ار ار هتقرر على اساسها وتستخدمها في القرار، بيكون عايز تعرف ايهما افضل في ان هو يحكم لك على الري انفست بتاعت الاماونت او الفلوس اللي هتجيلك في المستقبل هيقعد استثمارها ازاي. فبيقول لك النت بريزنت فاليو اللي هو الاقتراح الاولاني اسومز، بيفترض ان الكاش فلو اللي هتيجي من الانفستمنت كان بي ري انفستد، هيعاد استثمارها بايه؟ في البروجكت ديسكاونت ريت. ما هو ده الديسكاونت ريت اللي انا هستعمله، اللي هو الهاردر ريت بتاع الشركه اللي حسبت على اساسه النت بريزنت فاليو.
اللي هو 6% مثلا في الامثله بتاعتنا. فانا كده بقول ان اي فلوس هتيجي في المستقبل هيعاد استثمارها في المشروع بنسبه 6%. That is the desired rate of return اللي هو المفضل بتاعنا، وده غالبا بيبقى الكمباني كوست اوف كابيتال. فكانه عايز يقول لك ان اي فلوس هتيجي هيعاد استثمارها في الكوست اوف كابيتال ريت بتاع الشركه. طيب the net present value هنا and the IRR method هنا، بس خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اربط لك الاثنين مع بعض. معلش، انا هنا في الاول قلت لك ان النت بريزنت فاليو بتفترض ان اي كاش فلو في المستقبل هيعاد استثمارها بالديسكاونت ريت بتاع الشركه اللي هو الهاردر ريت. طب والاي ار ار بيفترض ايه؟ هيجي هنا يقول لك ذا اي ار ار ميثود اسيومز بتفترض ان ايه بقى؟ ان الكاش فلو ويل بي ري انفستد بالايه؟ بالانترنال ريت اوف ريتيرن. يبقى اذا انت عرفت الفرق ما بينهم دلوقتي. النت بريزنت فاليو بتفترض ان الري انفستمنت للكاش فلو اللي هتيجي في السنوات اللي بعد كده هتتم باستخدام الديسكاونت ريت او الهاردر ريت، انما الاي ار ار هيفترض ان الري انفستمنت هيتم بايه؟ بالاي ار ار بتاع المشروع ده تحديدا. حلو، انا كده عرفت ده هيمشي ازاي وده هيمشي ازاي. تعال نكمل بقى. بيقول لك هنا ذا نت بريزنت فاليو اند اي ار ار ميثود جيف ذا سيم، هيدي لك نفس القرار سواء كنت هتاكسبت او هتريجكت الديسيجن، قرار تقبل او ترفض، اف بروجكت لو المشروعات ار اندبندنت. يعني ايه اندبندنت؟ يعني مستقله، اقبل ده واقبل ده او ارفض ده وارفض ده، مش معتمدين على بعض. يعني ليه؟ لان الاندبندنت بروجكتس هاف انريليتد كاش فلو، مش مرتبطه ببعضها. هنس وبالتالي اندبندنت يعني مستقل عن بعض. هنس وبالتالي all acceptable independent project can be undertaken، اقدر اي مشروع اقبله اخده. يعني انا النهارده ما عنديش حاجه اسمها mutual exclusive، مش حصريا اخد واحد، لا خد الاثنين كلهم مع بعض براحتك، وهما مش مرتبطين ببعض اصلا. اتفقنا؟ ففي الحاله دي في المشروعات دي اللي هي اندبندنت عن بعض، الاي ار ار والنت بريزنت فاليو ممكن يدوا لك نفس القرار. ولكن هنا بقى بيقول لك ايه؟ if one of two، لو واحد من المشروع or more او اكتر mutual exclusive، يعني يتقبل ده يتقبل ده، ما ينفعش تقبل الاثنين. في الحاله دي هنا exclusive، في الحاله دي هنا البروجكت از اكسبتد، المشروع اللي ايه هيتم قبوله واحد منهم بس، the other must be rejected، هتقبل واحد يبقى لازم ترفض الثاني. لا، يبقى في الحاله دي بقى هيختلفت وجهه نظر النت بريزنت فاليو عن الاي ار ار، وشفنا كده طبعا في الامثله اللي فاتت، ولكن تعالى ناكد عليهم. بيقول لك النت بريزنت فاليو اند اي ار ار ميثود مي رانك، هيرتبوا الميتشل اكسكلوسيف بروجكت ديفرنت. لو ايه بقى؟ يبقى اذا الكام فاكتور الخمسه اللي قدامك دول لو حصلوا او حصل منهم اي واحد هيؤدي الى اختلاف القرار باستخدام النت بريزنت فاليو عن الاي ار ار. تعال نشوف. ذا كوست اوف وان بروجكت از جريتر ذان ذا كوست اوف انذر. طب ده شيء بديهي، مشروع الكوست بتاعته اعلى ومشروع الكوست بتاعته اقل اللي هو المبلغ اللي في الاول، اكيد الاي ار ار هتطلع نتيجه مختلفه عن النت بريزنت فاليو وهترتب ترتيب مختلف. ايه كمان؟ ذا تايمنج، التوقيت والاماونت والمبالغ والديركشن اوف كاش فلو ديفر، هتختلف ما بين البروجكت، وشفنا الموضوع ده من شويه، وريتك اهو التايمنج بتاع الكاش مختلف فكل واحد قال قرار مختلف، ووريتك كمان الديركشن اوف كاش فلو راح فين. الديركشن اوف كاش فلو ده هنا التايمنج اهو، الديركشن فين اهو، واحد هيصرف الاول هيجيب فلوس الاول والتاني هيجيب الاول وياخد الاول وبعد كده، فالديركشن هنا مختلف، هنا هتصرف الفلوس وبعدين الفلوس تيجي، وهنا هتيجي الفلوس الاول وبعدين تصرف. فطبعا الاي ار ار طلعت نتيجه مختلفه عن الايه؟ عن النت بريزنت فاليو. ماشي، يبقى ده كده عرفنا كمان اللي هو الفاكتور ده بتاع التايمنج والاماونت والديركشن. ايه كمان يؤدي لاختلاف النتيجه ما بينهم؟ ذا بروجكتس هاف ديفرنت يوسفول لايف، في مشروع هيعيش اطول من الثاني، المشروع اللي هيعيش اطول النت بريزنت فاليو هتنصفه اكتر. كمان هنا بيقول لك ايه؟ ذا كوست اوف كابيتال اور ديزايرد ريت اوف ريتيرن فاري، اللي هتختلف اوفر ذا لايف اوف ذا بروجكت. يعني ايه بقى؟ يعني يقول لك مشروع مثلا خلال سنوات عمره اخر خمس سنين هيكون الايه الريت اوف ريتيرن 10%، وفي اول خمس سنين هيكون مثلا 6% و7%. اختلاف الريت اوف ريتيرن على عمر المشروع هيؤدي الى ايه؟ اختلاف القرار لو استخدمت النت بريزنت فاليو عن الاي ار ار. ليه بقى؟ ذا نت بريزنت فاليو كان ايزلي بي ديترمند باستخدام اي ديفرنت ديزايرد ريت اوف ريتيرن في ديفرنت بيريودز في المستقبل. النت بريزنت فاليو تقدر تحسبها باي ديفرنت ريت اوف ريتيرن، انما للاسف المشروع ليه اي ار ار واحد بس، ذا اي ار ار ديتيرمينز وان ريت واحد بس للبروجكت. فلو اختلف حصل ان الريت اوف ريتيرن هيختلف على مدار عمر المشروع، الاي ار ار هيهنج منك ومش هيشتغل، انما النت بريزنت فاليو هتكمل شغل عادي جدا. ايه كمان؟
مالتيبل انفستمنت لما يكون قدامك اكتر من مشروع ار انفولفد ان بروجكت، في ان انت تختار منهم في مشروع معين، هتدخل اكتر من استثمار في مشروع واحد. نت بريزنت فاليو اماونت ار ادد، اقدر اجمع النت بريزنت فاليو مع بعض، وشفت دلوقتي المثال اللي فات. ولكن الاي ار ريتس ار نوت، ما تقدرش تجمع الاي ار ار مع بعض. ليه؟ لان الاي ار ار فور ذا هول ليهم كلهم للاستثمارات دي كلها از نوت ذا سام، هو مش مجموع الاي ار ارز لي وجل كل واحد فيهم. واثبت لك الكلام ده في الاكسل اللي هنا، ده هيعمل 12% وده هيعمل 10% اللي هو بروجكت اس وبروجكت دي. تيجي تجمع الاي ار ار مع بعضه يطلع افريج ليهم كلهم، على عكس لو حسبت الايه النت بريزنت فاليو ليهم تقدر تجمعها عادي جدا. كمان هنا بيقول لك ايه، ذا اي ار ار ميثود، طريقه الانترنال ريت اوف ريتيرن اسوم ذات ان الكاش فلو ويل بي ري انفستد، بيعاد استثمارها باستخدام الاي اي الانترنال ريت اوف ريتيرن. اما النت بريزنت فاليو كانت بيقول لك هيعاد استثمارها باستخدام الايه الديسكاونتد ريت بتاع الشركه، ماشي. فبيقول لك اهو اف ذا بروجكتس فاند، لو الفلوس اللي هتيجي من المشروع ده او الفلوس اللي هتتصرف على المشروع ده او اللي هتيجي بعد كده ار نوت ري انفستد في الاي ار ار، ما تمش اعاده استثمارها في نفس الاي ار ار بتاعه المشروع، يعني خدت الفلوس ووظفتها في حاجه ثانيه في الشركه، في المشروع جاب فلوس ما عدتش استثمرتها فيه وما عدتش استثمارها في المشروع وشغلتها في حاجه ثانيه، في الحاله دي ذا رانكينج كالكوليشن اللي انت كنت حاسبه في الاول هيبقى بي اي ان ايرور، هيبقى خطا، لان انت كنت معتبر ان الفلوس اللي هتجيلك هتعيد استثمارها في المشروع، اما الفلوس اللي جات لك رحت مشغلها في مشروع تاني، فيبقى الكالكوليشن اللي انت عملته في الاول، الكالكوليشن اوبتيند اللي انت عملته في الاول طلع غلط. The net present value method give a better grasp of problem، بتدي لك ايه better grasp of problem، ده معناه ان هي بتعطي لك فهم اكتر للمشكله، better grasp يعني دي لك وعي اكتر للمشكله in many decisions، في قرارات كتير قوي in many decision situation. ليه؟ لان الري انفستمنت او اعاده الاستثمار از اسومد تو بي ان هي هتستثمر في ديزاير ريت اوف ريتيرن، فالنت بريزنت فاليو هنا بتطمنك، بتقول لك الفلوس اللي هتيجي من المشروع استثمرها في اي حاجه في الشركه، كده كده احنا بنفترض ان هي هتعاد استثمارها في الديزاير ريت اوف ريتيرن بتاع الشركه اللي هو ديسكاونت ريت او الهارد ريت او الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، فبتبقى مطمئنه اكتر وبتدي لك فهم افضل للنقطه دي. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف ازاي الكلام ده بيحصل. شايف دي مقارنه ما بين النت بريزنت فاليو والاي ار ار لمشروعين اهم، وتعال نشوف النت بريزنت فاليو بروفايل هيحكم ما بينهم ازاي، ودي هتوضح لك فعلا المقارنه ما بين الاثنين. عندك بروجكت اسمه ايه وبروجكت اسمه بي، ايه هتصرف له انيشال كوست 1000 وبعد سنه هيجيب لك 1200، فهو كده عامل عائد 20%. لو حسبت له نت بريزنت فاليو عند كي 10%، وخلي بالك كلمه كي يقصد بيها الهارد ريت اوف ريتيرن او الديسكاونت ريت او الانترنال او الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، فده سعر الديسكاونت ريت بتاعنا. لو حسبنا له نت بريزنت فاليو هيعمل $91 نت، ما بين يعني ايه اعمل 1200 دي احسب لها بريزنت فاليو ونتتها مع ال1000 يديني 91. اما مشروع بي هدفع دلوقتي 50 هيجي لي 100، الله ده كده هيكسبني 100%، هدفع 50 هترجع لي 100، يبقى انا اي ار ار 100%. بس لو جيت حسبت له نت بريزنت فاليو هتطلع 41. طب وبعدين انا اخد اني واحد فيهم؟ لو استعملنا الاي ار ار فالبريفير عندنا هنا او الايه ان احنا هنرتبهم بي ثم ايه، اما لو استعملت النت بريزنت فاليو فانا هنا هرتبهم ايه ثم بي، اهو ايه ثم بي. طب وبعدين والحل؟ When choosing between mutual exclusive project، لما تيجي تختار ما بين المشروعين دول وهما حصريا يا ده يا ده، the ranking difference، الاختلاف في الترتيب ما بينهم او في الرتبه بتاعتهم between net present value والاي ار ار become very important، بقت حاجه مهمه قوي ان انت تخلي بالك ما بينهم. ليه بقى؟ In the example a firm using IRR، الشركة اللي هتستعمل IRR هتاكسبت B وتريجكت A، لان A B بقى يعمل لك 100% انما B هيعمل لك 20%. ولكن الشركة اللي هتستخدم النت بريزنت فاليو ميك اكزاكتلي ذا اوبوزيت تشويس، هتعمل اختيار العكس بالظبط، هتقبل A وترفض B. ذا بروبلم كان بي سن، نقدر نشوف المشكلة مور كليرلي بشكل واضح باستخدام النت بريزنت فاليو بروفايل. تعالى كده نرسم النت بريزنت فاليو بروفايل بتاعنا تاني. زي النت بريزنت فاليو بروفايل هو بيعمل بلوت يعني بيحط لك على الرسمة كده اوف ا بروجكت نت بريزنت فاليو ات ديفرنت ديسكاونت ريت، هيحط لك النت بريزنت فاليو عند اكتر من ريت. النت بريزنت فاليو از بلوتد على الفيرتيكال اكسس، اهي بتبقى موجودة على المحور الرأسي اهي النت بريزنت فاليو اهي، وبيحط لك الايه الديسكاونت ريت اللي هو الكي بتاعك او الايه اند ريت اوف ريتيرن، معدل العائد بتاعك الكي ده على الايه الهوريزونتال اكسس على المحور الافقي. تعالى بقى نتفرج كده ونشوف الكيرف الاولاني او الخط الاولاني ده بتاع بروجكت ايه والكيرف الثاني ده بتاع بروجكت بي. واخد بالك بروجكت ايه ضارب في العالي اهو، هيجيب 8 هيجيب ايه هيجيب بريزنت فاليو عاليه، اما بروجكت كي بيجيب بريزنت فاليو ايه قليله. تعالى نشوف
بروجكت بي قصدي. شوف كده ادي بروجكت ايه هيجيب لك نت بريزنت فاليو كام؟ 91 دولار. لو حضرتك عملت اسقاط كده عند 91 دولار هنا كده هيدي لك عند فاكتور 10% كي. اما النت بريزنت فاليو هنا اهي عند النقطه دي كده 41 عند نفس ال 10%. يبقى اذا عند نفس ال 10% واحد هيديني 41 نت بريزنت فاليو والتاني هيديني 91. يبقى الافضل هنا هو نت بريزنت فاليو بتاعت مشروع ايه. طب لو جيت بصيت على اي ار ار، الاي ار ار هو النت بريزنت فاليو تكون عنده زيرو، فهروح اشوف ايه ده كده هيتقاطع مع الزيرو ازاي. فتقاطع عند الزيرو عند 20%، فدي كده كانت الاي ار ار بتاعته. اما بي تقاطع عند الزيرو عند 100%، فدي كده الايه الاي ار ار بتاعته اللي النت بريزنت فاليو فيها هتكون زيرو. يبقى اذا حضرتك دلوقتي زي ما انت شايف كده البروفايل بتاعك مشروع ايه هيدي لك نت بريزنت فاليو اعلى بس اي ار ار اقل، مشروع بي هيدي لك نت بريزنت فاليو اقل بس اي ار ار اعلى. اختار انهي؟ قال لك من وجهه نظر مين. لو بتتكلم من وجهه نظر الشير هولدر ولا بتتكلم من وجهه نظر المانجر اللي بياخد القرار هتفرق. تعال نشوف. نت بريزنت فاليو اند اي ار 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 ذا ساوند انفستمنت رولز، هي اكتر قواعد الانفستمنت فروم شير هولدر ويلث ماكسمايزيشن برسبكتيف، اللي بيستعملهم الراجل مين؟ الشير هولدر. بس من وجهه نظر ايه؟ خلي بالك الويلث ماكسمايزيشن تعظيم الثروه بتاعته، ده من وجهه نظر مين؟ الشير هولدر. يقول لك انا عايز اعظم الثروه بتاعتي فبيستعمل الاثنين. ولكن بقى المانجر هنا المدير، ما خلي بالك المدير غير الشير هولدر، الشير هولدر عايز يعظم ثروته باي شكل، ولكن المانجر هنا كونسيرن ويز شير هولدر ويلث ماكسمايزيشن، اللي بيبص على تعظيم ثروه صاحب الشركه او المستثمر. شود يبقى هيتشوز البروجكت ويز ليه جريتست نت بريزنت فاليو نوت اللارجست اي ار ار. ليه؟ لان نت بريزنت فاليو هتدي فلوس اكتر كدولار اماونت، فلوس كده عدها، انما الاي ار ار هيدي لك معدل عائد اكتر ولكن بمبلغ دولار اماونت قليله. عشان كده اي ار ار هو برسنتج ميجر اوف ويرث، انما النت بريزنت فاليو هي ابسولوت ميجر اوف ويلث. شايف الاثنين دول؟ هم دول كنت عايز اوصل لهم من اول المحاضره. تخيل بريزنت فاليو بيقيس لك ثروتك ومعدل نموها بالنسبه المئويه. فاقدر اقول لك مثلا ارمي 100 دولار تكسب عليها 100% 200 دولار، بس واحد تاني ممكن يقول لك اه بس انت كسبت كده 100 دولار بس، مشروع تاني بمعدل عائد 20% اجيب لك 50,000 دولار. فالنت بريزنت فاليو بتشتغل بالابسولوت ميجرز، بالقيمه المطلقه بالدولار اماونت، ولكن الاي ار ار دايما بيشتغل بالايه؟ بالبرسنتج. كده الحمد لله يعتبر ايه قفلنا الجزئيه دي خالص بتاعت بقى النت بريزنت فاليو تحسبها ازاي، وبعدين تحسب نت بريزنت فاليو ازاي، وتقارن المشروع ده مع المشروع ده والاي ار ار. وزي ما حضراتكم شفتوا موضوع سهل جدا جدا جدا، اساسه كله معتمد على ايه؟ على ان حضرتك تقدر تحسب البريزنت فاليو من جداول البريزنت فاليو بشكل كويس. واعتقد احنا الحمد لله غطينا النقطه دي كويس قوي في المحاضره، وعرفنا بقى ازاي نكشف في الجدول وهكذا. انطلق في حل الاسئله والمسائل علشان تثقل الحاجات اللي انت اتعلمتها النهارده دي وتبقى قويه عندك ان شاء الله. اتفقنا؟ اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه، ونتقابل على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.